مساءكم خير ورد حب وخيرات. أهلا وسهلا بكل المشاهدين أينما كنتم. موعدنا اليومي يبدأ، إن شاء الله تكونوا مستعدين لاستقبال ضيوفنا وفقراتنا، ونقضيوا مع بعض إن شاء الله ساعتين ونص من الزمن وتشوفوا فيها كل شيء حلو. اليوم في عنا جرعة مميزة من عالم الفاشن. هاي ساشا. هاي بلال، كيفك؟ تمام الحمد لله. سافا جريت الكولر سافا. بلال، اليوم بضيافتنا علاء ميناوي رح يفيدنا بلعبة الضوء بعالم الفن البصري، وكمان في عنا لوحات راقصة من التراث الأرمني رح نشوفها اليوم ببرنامجنا ببيروت إذا قلرت. يلا قبل ما نشوف محتوى اليوم نشوف صورة اليوم، وهي التقطت لفوتوشوت لإليساب، وهيدي رح تكون لشهر ديسمبر 2013. فوالا، سو هيدا هو الثيم، سي ان بو غوثيك، سي ان بو هيك هوروري، لكن اتس نايس. اي يلا نشوف مع بعض ايش عندنا لليوم ببيروت اليوم. حلقة موسيقية وراقصة تتخللها صفحات من الارتزناء اللبناني مع رولا ونادين واكد. عدة طرق لارتداء القميص الأبيض مع صديق حداد، وتصاميم الحقائب مع شيرين كرم التي تخص زوار السيتي سنتر بهدية مميزة. ولا تكتمل الأناقة بلا لمسة جمال، وأجمل لمسة هي لنهى معوض. وختامها مع أخبار الفلك وموعد جمانة وهبي الأسبوعي، كما لنا وقفات مع الأخبار العالمية، فابقوا معنا. She's done now. She just left me all alone on my own on this road down. I wanna tell you all these days in one way, baby. I wanna tell you what you've done. Say what you've done is a big mistake, and I try, I try, I try, then I go. You again? No, I try and I try and I try. Then I go for you again. So walking down the road, ready to go for someone else, baby, else than you, yeah. 'Cause what you down is big mistake, big mistake for you and I. And I try, 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 then I go. You again? No, I try and I try and I try, and I go. You again? No, oh, 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 oh. Oh, I try, try, try. Oh, I go for you again. No, I try, try. I try to, baby, then I go for you again. Every time you go alone down this road, you take the wrong choice. Baby, come on, hey, come back with me. We're gonna be on this highway all alone. And I try, 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 then I go for you again. Oh, I try, I try. I try, oh, I go for you song, original song called I Try. This is Claude Jready, and we keep on going for the show. Thank you. راح نتعرف اكثر على هذا الفنان وفرقته وموسيقاه بعد قليل. خليكم معنا، راح نبتديو
بعالم الأشغال اليدوية، وعندما تتحول إلى بيزنس يمكن أن يكون علامة فارقة ومميزة. بلش العمل بالأساس عائلة وهو شغل وراثة، وصار الشباب والجيل الجديد يمتهنونه ويقدمون أعمالا مميزة. هذا اللي حنتعرفوا عليه من خلال نادين ورولا. واكيد أهلا وسهلا. بونجور. أهلا فيكم. شو الأخبار؟ سافا. قلتلنا إحنا نعيط بس أنتم عم تحكوا على الواطي. أهلا وسهلا. هاي. أهلا وسهلا. ألورا خبرونا، كيف الواحد هيك بياخد مهنة الأجداد ويرجع يبعث فيها روح جديدة؟ I think مسؤولية، لأنه بعرف أنه الجد من 1920 تقريبا كان مسيو نعمة واكد. مدام برضو. هلا أنا رح خبرت شوي بسرعة. هو المامي من دير القمر، ومعروفين نحن بدير القمر بشغل الدانتيل بريتون اللي هو شغل إيد. هلا الماما كانت تعلمت أكيد من أمها أو ستها، وعلمتنا هيدا الشيء لإلنا. نحن ربينا بهيدا البيت اللي هو كله فن، كله رسم، كله شغل، كله أشغال يدوية. هلا نحن أكيد بعصرنا حبينا نحط شيء جديد، تاتش جديدة. ومن 17 سنة فتحنا أتوليه وشوروم سميناه بعائلتنا أرتيزانا واتير، وحبينا نشتغل غير دانتيل بريتون عبايات، شراشف، فولاريت، وحطينا الجو تبعنا، يعني الزوق تبعنا، مزبوط، التاتش تبعنا اللي هي الجديدة اللي هي الجان، وأمام كمان تفيل تاتش تبع المامي اللي هي لأعمار أكبر، لهيك تضل شوي فنية وشيء قديم. هلا نحن كمان نادين هلا بتخبر عن السلوغان تبعنا. نحن السلوغان تبعنا اتفقنا عليه يكون history in a trendy way، يعني ما فينا ننسى التاريخ تبعنا اللي هو شغل الإيد والفن، وحطيناه تنلحق الموضة، حطيناه بالألوان وبالشغل وبالآيتمز اللي بتلحق الموضة هلأ. يعني مثلا نعطي أهين إكزامبل إنه التوب اللي أنا لبستها هي شغلنا، هي توب كتير فاشن ترندي على جينز بنلبسها، فيها نطلع نسهر فيها نتغدى فيها، اللي هي كمان كلها بنشوفها بشغل إيد. هيدي فيري ترندي كمان، هيدي ميزتها، هيدي ميزتها انه هون الهيستوري بترندي، انه مش بس الارتيزانا شيء لست الجدة اولد فاشن، لا اتس ترندي اتس فور اور ايج. الفستان اللي لبسته رولا مثلا كمان شغلنا نحن. انا رح اقوم فرجيكم اياه. هيدا ديزاين تبعنا فلا. اذا بتشوفي يعني خارج تروح تسهري فيه، فستان حلو كتير، مشغول كله كله مشغول كمان فيه التطريز، وبتروح بتسري فيه مسواري، بتكون كتير مرتبة بين مرتبة شيء. طيب عندنا كمان عارضات راح يقدمونا بعض الأعمال للصبايا، نشوف مع بعض إيش في عندنا. فيرست موديل تفضل. هلا بهيدي العباية عم نشوف الكمال أوريجينال اللي هو بيجي أطول من الإيد ومفتوح، فيها عيون شغلين هلا دير كتير بالتياب، حتى العيون نحنا كله بايات شغلينه على الإيد وحاطينه على العباية مع أكسسوار من قدام. ديفن الأكسسوار أنتو بتنبزوه رولا؟ أكيد مظبوط، لأن حسب شو سيستام العباية أكيد بدأ الأكسسوار كيف تطلع معك العين، يعني إذا بتلاحظي تحت العين كبيرة عمينا، وحتى القبة عمينا مفتوحة مثل ستيل العين. الكل تبع الأب من فوق. هيدي اشتغلنا عليها على ستيل حريم السلطان، اشتغلنا على الألوان الرويال. هلا يريد الكاميرا بتبين أكثر، بس كل التفاصيل كلها هيدا تطريز، كله كله كل التفاصيل المملة كلها هيدا اللي عم نقشعه، هيدا كله تطريز حلو كله. طب هون ليش قد ايه بيلعب دور نادين؟ لك هاي شغلة كتير سهلة، أكيد بين مرتبة كمان. أول شيء هيدي شغلة كتير مهمة، عنايها أنه ما منقلل بالكواليتي تبع القماش عنا أبدا، ما منرضى، يعني عنا كاليتي ما مننزل عنه بالكاليتي. منتعب تنسق الألوان تيكون عندك تناسق ويعطيك شياكة وكلاس بالألوان. بعدين الشغلة اللي بتميزنا يعني بنعمل قطعة واحدة ما بنعمل غيرها، يعني بنشتغل على يونيك بيس، فالمرأة تحس حالها مميزة تشتري قطعة ما تشوف أبداً حدا لبسها، مش إنه هيدا بعمل منها غير لون، حتى قطعة واحدة بلونها
بهيدا الشغل. هيدي مثلا بنشوف الحرير لسوا سوفاج بلونه السبيسيال، كل التطريز الناعم 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 بخيط الحرير، وفيتين بالوان يعني اوناوزين بالوان جريئه بس عاطيه كمان كلاس، اذا بتلاحظوا اوريجيناليتي. هيدي كمان يعني قطعه بيس يونيك. هلا لهلا الثلاث عبايات اللي صرنا شايفينهم ثلاثتهم حرير. حرير اوكي. رولا مثل ما كانت عم بتقول نادين دائما بتتبعوا الموضه حتى من ناحيه الالوان، يعني شو دارج من الوان لهالسنه كمان بتطبقون على اكيد الخاصة. اكيد بس كمان بنشتغل على اللون الاسود اللي هو اكثر شيء مرغوب يعني كمان. اللون الدوري كمان موضته بتضلها. هلا هيدي العبايه موديلها باترفلاي، اللي مميز فيها انه فيها زنار مثل ما هلا قاشعين، بتكون مخص ورا من قدام وواسع من ورا، يعني تا المرأة تحس حالها مرتاحة هي ولابسة العباية. اوكي. يعني من قدام بتحس حالك يعني لابسة انراب ضيقة سنتري، وبنفس الوقت عندك ستيل الباترفلاي يعني ستيل البابيلون. والشغل كمان على الصدر تطريز. هيدا كله شغل ايد. هيدا تطريز ايد. هون ما فينا ننسى رجال. هيدي بس تنفرجي انه الرجال على طول موجود بالارتيزانه وبالعبايات، العبايه الرجاليه. الاوريجينال فيها انه هيدي من جوا كلها مبطنه على الايد. مثل يعني ما هلا شايفين. ما هلا شايفين فوالا، يعني الرجال هو ماشي اذا فتحت عبايته بدها تعطي شيك كمان. تعطي لون كمان حلو. المره الشيكه بدها حدا رجال شيك. وعم نفرجي انه كمان العبايه مش بس للرجال الكبار بالعمر، لا حتى للجان على الجينز بتطلع مهضوم العبايه. ما هيدا اللي كنا عم نقوله. بتعرفي نادين لو كنا نقول الارتيزانا والاشغال اليدويه شوي بيعتبروها البعض انها اولد فاشن، بس هلا انتم حولتوها لشيء مودرن حتى صبايا كمان ترغب بها العبايات تلبسهم، ورجال مش كبار بالسن يستحلوا يلبسوها. خبرونا شوي كيف بتبلش عمليه العمل، كيف مين اللي بيختار الفكره، كيف بيتم تطعيمها؟ خبرونا عن البروسس شو بيصير. انا ونادين دائما نشتغل سوا، بنحط اول شيء الافكار على الطاوله، يعني بنطلع على الاتيليه بالعبايه بنبلش نرسم العبايه كيف بدنا نعملها، بنبلش ننقل القماش الالوان شو التطريز اللي بده ينحط لها، لانه بنحب دائما يكون في شيء سبيشل بالقطعه اللي عم نعملها. فاتنيناتنا بنشتغل سوا على تكون قطعه عن جد سبيشل. نتكامل صراحة نتكامل، يعني رولا عندها توش، أنا بعتبر رولا عندها توش كتير أوريجينال، يعني أعتبر إذا أنا قلعت بالشغلة وبلشت فيها ورولا معي بالآخر إلا ترولا بحط التوش تبعها بتشوف القطعة تغيرت كلها. تغيرت إيه، عندها شيء سبيسيال إن كان بالألوان إن كان يعني مثلا بعطيك مثل عنا هيدا الفولار هو شغلينه بالنجف. هيدا الفولار النجف، هيدا حتى النجف المشغول على الإيد، نشف محيك على الايد. طب نادين كيف حافظتوا على هالتراث كمان وعلى هالتقنيه من زمان لهلا؟ هيدا شو طولتوا فيها؟ شرف لنا، هيدا تراث وتراث من الاهل، يعني بالعكس نحن حبيناه طالما خلقنا وربينا بهيك بيت، حبينا انه لا نكمل فيه. بس ليه ما بنعمله مودرن؟ ايه ليه ما من يعني ليه بدنا ننسيه ويختفي هالتراث؟ عنا شيء بين ايدينا حلو كتير، ليه ما بننفذه ومنجدده؟ شو كنتي عم تقولي على النظر؟ هون عم بقول انه القماش الفوشيا فور اكزامبل، النجف الفوشيا صراحه رولا اللي منقيه الالوان وعملت الميكساج بين الفوشيا والتركواز كله، حتى الرسمه تبع الورود هي يعني شي ديرز انه تفوت بهالالوان، يعني فاتت هيك بالالوان. هلا هيدا الورد كمان كله مشغول على اليد، هلا يمكن ما كثير الكاميرا رح تاخده، فينا نفرجيه على الفولار الثاني لانه الورود اكبر اكبر ببينه اوضح. هيدا كله مشغول على اليد. حلو. القمر بنشوفه نافير، يعني فينا نقول مثل 3D شغلينه. ومنذكر انه كلهم دي بياس يونيك، حتى في عنا كثير مدامات بيجوا اذا عندهم اون سواري سبيسيال بنعمل لهم، بنعمل كاستم ميد، يعني شو فستانك بنعمل لك الفولار بنلبق لك عليه بطريقه كثير كلاس. مثل ما سبق وقالت رولا انه الاسود اللي هو من الالوان اللي كثير شيك وما فينا نستغني عنه، يعني ما بيعطي شيكته لحدا بقوله الاسود. فوتنا فيه الالوان المعتقه، اذا فينا شوي نلاحظ انه حتى بالبرونز والتعتيق بخيط القصب، مطرزين بخيط القصب هون، حتى عاملين ميلانج بالالوان بين البني والذهبي والفضه،
حلو، هذا اللي بميزها شوي لهالقطعة. هلا هون كمان رح نحكي عن فولار ابيض عاملينه مطرزين عليه الاحرف الابجدية. هيدا عاملين تطريز بلون الذهبي وبلون الفضي، جمعين اللونين سوا لان هلا كثير دارج. وليش اخترتوا الاساس يكون اللون الابيض؟ لانه انا بشوف انه بالشتاء حلو لون الابيض، يعني دايما اسود اسود، لا حلو الشخص يغير ويفوت بابيض. مستعملين هون جوخ الكشمير، يعني القماش شتوي هو. انا بعتبر الابيض صراحه من الالوان اللي كثير 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 حلوه بالشتاء اذا الكواليتي تبعها حلوه. يعني الابيض منه بس صيفي، الابيض عندك اياه لون كثير حلو بس بالشتاء. بالشتاء لون كثير كلاس وحلو بس بده يكون عندك كاليتي فيه. صح. يلا نشوف مع بعض، في عنا عرض تاني لنكتشف ايش في عنا جديد للصبايا. يلا تفضل. هون عم نشوف عباية شتوية مفتوحة جوخ كشمير لونها بيج ومطرزة بالتيرتواز. هيدا اللون مش دايما منشوفه سوا، انا تجرأت واعمل هيت، عملت هيت لونين. كمان العباية مطرزة عليها الاحرف الابجدية. حلوة العباية. هيدا كلها تطريز. ما بننسى انه الاحرف طالعة من جبال من لبنان. صح. وترجمت الاحرف الفينيقية طالعة من جبال وترجمت بالبلدان البقوة على كل واحد على لغته، ان كان الفرنساوي او الانجليزي. والجرأة بالالوان تبقى لك رولا. ايه شوي يعني بحب الالوان اللي مش عادة، يعني بكون بتلفت كثير للنظر. حلو كتير هالعبايه. اوكي هون غير ستايل عن اللي شفناه قبل. فلا هذا المقصود انه ستايل العبايات فيك تمشي بكذا ستايل. هون عندك الروب الروج الفستان الاحمر وفوقه عندك قماشه الحرير، الحرير الملونه اللي اوريدي بتحكي عن حالها. بتعرفي اوقات في ناس ما كثير بتحب التطريز، بتروح على شيء سامبل اكثر. فنحن نرضي أذواق الكل بالمحل عاملين كذا نوع عبايات. وكمان حطيتوا الخصر هون بالعباية. مظبوط. بيت اللون الأحمر خرج مناسبة هالعباية، مناسبة مهمة. ايه مظبوط. هلا أصلا كل اللي عم نشوفهم خرج مناسبات، يعني هون عنا كونتراست بالألوان بين الفوشة والأسود. هيدي رويال، بنعتبرها رويال. اذا بتلاحظي حتى بس تفتح عاملين لها تطريزها من جوا للعبايه، انه حتى لو فتحت ما بتبين ساده، في لها تطريز. في لها الشابو كثير ستايلش. هلا بتبين عنا الشابو. ايه الشابو هي تبعها كثير ستايلش. هيدي فيها تلبس فوق فستان اسود. هيدي مغربيه دائما. دائما هي بس يكون في عندك الشابو بتنعد دغري مغربي. بس التطريز تبعها مش مغربي. هيدي العبايه اللي جايه على جينز. حبينا كمان انه ليه ما بنشتغل عبايه على جينز بنطرزها خرج البنات الجان صبايا. صبايا لونها كحلي ومطرزها بالوان الاخضر الفوشيا الازرق التيرتوال. كمان تطريز الحرير كمان اكيد، يعني ما بنعدل ابدا بنوعيه التطريز تبعنا. حتى الشغل بالتطريز بيختلف من عبايه لعبايه، يعني بتنوعوا حتى بهال، لانه حسب القماش. حسب القماش. هيدي العبايه الرجاليه اللي كثير جاد كلاسيك بس جاد بالوانها، يعني الوانها اللي هيك كمان الفاتحه الجينز الفاتح. كيف واحد يلبس الجينز الفاتح بتشيفو هون دمار. هي كمان شوي لونها على ازرق كمان على الجينز نوعيتها. هلا هون يمكن مانا كثير مبينه شو كثير كاجوال. حلو كثير. ثانك يو جيرلز، يعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا لكم. بس انا بحب زيد انه اذا اكيد بحبوا يشوفوا غراتنا فيهم يفوتوا على الفيسبوك على البيج تبعنا ارتيزانا واكد، وكمان موجودين بأنتلياس باسم ارتيزانا واتيت. وبعد اكيد عندنا كثير ديزاينات بنحب نفرجيهم للعالم. اهلا وسهلا فيهم. نتعرف على ال وما فيي انسى نعيد ميلاد اختي اليوم.
هلا هابي بيرثدي. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو رولا. هابي بيرثدي تو يو. نحن عائلة بلا على شيء طبعا العائلة. مرسي كثير. عائلة كل قد ايه عمري. هيدا الشيء الوحيد اللي عم نسأله. ميرسي على الجاتو حلو وعلى الحلو وعلى السربريز الحلوه. ميرسي ميرسي لك. ثانك يو ثانك يو سو ماتش. يلا رايحين على فاصل من بعده راجعين لنكمل ببيروت. تفضلوا. راقصة من التراث الأرمني وفرقة شهيدة مرجان هو بضيافتنا بهالفقرة نتعرف على تاريخ الرقص بأرمينيا ومميزاته. أهلا وسهلا فيك شهيد. أهلا وسهلا فيكم. كيفك؟ الحمد لله. ثانك يو. كثير حلو الرقصة واللبس. بعد كنت عم بقول لك هيك بس كنا عم نشوف هالرقصة اللبس كمان كثير حلو. شهيد خبرنا أكثر عن فرقتك، أي متى تأسست؟ وقبل ما نغوص إذا بدك ونحكي شوي عن التاريخ والتراث الأرمني بالرقص. الفرقة اسمها هايبار دانس جروب. أوكي. تأسست من شي 5 سنين أنا ومرتي أسسناها. منقدم رقصات طبلويات أرمنية mostly ونعمل دبكات لبنانية وديفرنت شوز. مش بس الرقص الأرمني بس الممبرز كلهم أرمن.
وبلشنا بالرقص الارمني لانه كنا نحن دجا نرقص رقصات ارمنيه بغير فرق. وهل بالضروره لاي شخص يعني اي شاب وصبي ينضموا للفرقه من ناحيه الرقص الارمني لازم يكونوا ارمن او لا مش بالضروره؟ هو اهين لانه بيكونوا فاميليير على الستبس وعلى الموسيقى بس مش بالضروره. مثل الهينة علينا الدبكه مين ما كان بيعرف لهيك. طب شاهي خلينا نتعرف شوي على مميزات الرقص الارمني وهالتراث يعني اللي حافظتوا عليه لسنين طويله كثير. هلا اكيد مثل كل البلدان الكالتشر التراث الارمني هو بده يكون بيست على الضيع والتقاليد اللي كانوا يعيشوا فيها، فالستبس كلهم بيكونوا مخترعينهم لاهالي الضيع وكل ضيعه بتكون لها الستب المعين او الموسيقى المعينه. بهالاطار كل ضيعه بارمينيا عملوا الحركه تبعهم في اذا فينا نسميها، والحركات صاروا عم يصيروا مودرنايز مثل ما شفتوا هلا. الرقصه اللي شفناها هي ارمينيان دانس بس مودرنايزد، وكل الوقت الرقصه الارمنيه بتكون لينير بيكون فيها صف جالس. هلا اكيد في ديفرنت تايبس بس معظم الفولكلور بيكون لينير لاين مثل الدبكه اللبنانيه. ومن ناحيه الموسيقى او الميوزك بتبقى هي ذاتها الاغنيه، في اي اغنيه تراثيه؟ في اكيد اغاني تراثيه فيها ميوزك تراثي بنستعملهم، بس معظمهم يعني حتى هلا الاغاني الجديده اللي عم يطلعوا الموسيقى او الميوزك كومبوزيشنز الجديده اللي عم يطلعوا كلهم بيكون عم نستعملهم نحن، لانه الشعب خاصه نحن هون بلبنان الارمن اللي عايشين بلبنان بحبوا كل شيء تراثي يشوفوا هيك بحنوا على الشيء التراثي. سو الموسيقى والرقصه لازم تكون متكاملين مع بعض. طب شو بنحكي من ناحيه اللبس؟ هل في لبس معين للرقص الارمني؟ كمان اكيد كمان بدي ارجع اروح على الضيع، كل ضيعه لها لبسها. اوكي بس نحن هون هلا عم نعمل اشياء تياب بيكونوا على ذوق اللبنانيين وعلى ذوق الارمن، بس اكيد في عندنا نحن كوستيومات كثير تراديشنال مثل ما انتم عندكم الدبكه بالدبكه اللبنانيه الكوستيوم العبايه والطرحه او ال تبع اللي بيلبسوها الصبايا، بس نحن كمان عنا اياهم بس ما بنستعملهم هلا كثير خاصه بالشويات اللي عم نقدمهم نحن هون بهيك محلات. صح. طب شو هي قد ايه بتحس الناس عم بتحب هالشو اللي عم بتشوفه هالرقص تحديدا التراثي الارمني اللي عم تشوفه لانه شيء ما كثير تعودت عليه الناس؟ هلا كل شيء جديد بيعتبر حلو. يعني حتى اللبنانيه اللي نحن نعيش بيناتهم لما يجوا يشوفوا عنا الرقصات الارمنيه عم نقدمها بينبسطوا فيها لانه الموسيقى قريبه على الموسيقى اللبنانيه. صح. او الموسيقى الشرقيه والدبكه كمان الدبكه الارمنيه كمان كلها فيها الدعسات والنطاط وهدول القصص اللي فيها اصلا بالدبكه. سو بينبسطوا فيها وبيشوفوا كوستيومات جديد بيشوفوا بيسمعوا موسيقى جديده نوع رقص جديد وموسيقى جديده مثل ما قلت. طب شاهي انت حضرتك بتصمم كمان الرقصات مثل ما ذكرت، قد ايه كمان عملت ابحاث ورجعت الى تاريخ هالرقصه تحديدا لتعرف شو الستابس اللي لازم تشتغل عليهم لتنقلها مثل ما هي؟ اها هلا انا كنت ارقص بفرقه ارمنيه اللي هي اسمها الهاماسكايين، كانوا يعلمونا ستيب باي ستيب حتى الستيب اللي عم نعملها لاي ضيعه تنتمي. حتى بالمدرسة الأرمنية اللي كنا نروح فيها كان في معلمة كانت تعلمنا كمان كانت تقلنا أنه هالدبكة أو هالستب اللي عم تعملوها هي خاصة بهالضيعة اللي كانوا يرقصوا فيها بأرمينيا. سو هيك كبرنا فيهم وأكيد نحفظهم، يعني كل ما نحط الموسيقى بنسمع حيالة موسيقى لجبل معين أو لضيعة معينة دغري بنتبك. طب وأنت بشو بتطور بالرقصة؟ من أي ناحية ممكن تعدل بالستب؟ أنا بالنسبة لإلي بما أنه برقص دبكة لبنانية زيادة عن الرقص الأرمني بحب أعمل كل شيء هيك أدمج تجمعهم أدمج الرقصة الأرمنية مع الرقصات غير بلدان وخاصة الدبكة. حتى أمرار منرقص دبكة فيها حركات أرمنية منحط فيها حركة أو تيست أرمني، هذا الحلو فيه إنه منجرب نطلع على التراديشن ونفوت على شيء مودرن. حلو شاهي خبرني أكثر، هل شاركتوا مناسبات خاصة خلال موسم الصيف؟ كان عندكم يمكن حفلات بارزة نحن بنشترك بصراحة بنشترك بمهرجانات هالصيفية اللي قطعت كنا بمهرجانات سن الفيل واللي قبلها كنا بمهرجانات بكفاية وسن الفيل كمان وبتغرين وبرمانه نعمل مهرجانات، هذا اكثر شيء حلو فيه. حلو لو بتعطي اجواء حلوه للمهرجانات ومنقدم كذا نوع رقصه منقدم كذا لوحه وبتعبوا المسرح، يعني كم راقص وراقصه؟ اكيد هلا الجروب تبعي الممبرز عددهم بال21 تقريبا، بس حسب الافيلابيليتي مين بيقدر يكون معنا بالحفله حسب حجم كمان الايفنت او المناسبه والمسرح قديش بيساع عليه. حلو عندكم شيء هلا قريب حفله
يمكن رح تشاركوا فيها عن قريب شاي؟ إذا الله راد عم نخطط على مسرحية جديدة، مسرحية راقصة أرمنية، رح كون أنا اللي عم بكتب المسرحية، إن شاء الله تزبط معنا. من تصميم الرقص إلى كتابة إلى العالم الكتابة بالمسرح تحديدا، خبرنا المسرحية من وين مستوحية؟ مستوحية من شيء قصة أرمنية هيستوريكال أوكي هيستوريكال عن هيرو معين، ورح نجرب نفوت شوية حياة بالمجتمع عن يعني المجتمع الشعب الأرمني الموجود بلبنان، ونعمل شيء مسرحية ميوزيكال يكون فيها غنى والرقص كمان. مسرحية موسيقية، بتعرف إن هذا تحدي كتير كبير لأنه المسرح له رهبته، لتعبي المسرح من ناحية اللبس، الديكار، حبكة القصة، لأنه دايما بيصير في احتكاك إذا بدك بين الجمهور والممثلين على المسرح. عم تتحضر لها، لكن هلأ عن قريب رح تباشر فيها؟ إن شاء الله، إن شاء الله تزبط معنا. هلأ نحن بالفترة إنه عم نجرب نلاقي البرودكشن، نلاقي اللي بيقدر يساعدونا فيها لهالشغلة، وإن شاء الله حلو كتير. شاي استمتعنا كتير إذا الله رد، ما لكم كل التوفيق. استمتعنا كتير بحضورك معنا بهالفقرة، وتحيتنا للصبايا والشاب اللي كان حيكون في بعدين غير صبايا وغير شباب أكيد إذا الله رد حنشوف كمان المزيد من اللوحات الراقصة. شاي thank you so much، أهلا وسهلا فيك. يعني توقف دعي قليل مع الإعلان، لا وين إعلان؟ في روبرتاج عن ميراندا كير، هالسوبر موديل اللي أصبحت محط أنظار لكتير من الناس. خلينا نعرف آخر أخبارها بهالتقرير ومنتابع. هذه السنة لم تكن أفضل سنة في حياة العارضة ميراندا كير، ابتدأتها بخسارة دورها كسفيرة لديفيد جونز، إذ حلت مكانها جيسيكا غوميز، ثم خسرت دورها كإنجل في فريق فيكتوريا السيكريت وقطعت علاقتها معهم، وكرت السبحة بطلاقها من زوجها أورلاندو بلوم الشهر الفائت. ولم تتوقف الحوادث هنا، إذ لم تعد وجه دار الأزياء الأسبانية مانجو التي تبنت وجها جديدا لها تمثل في السوبر موديل دارايا ويربري. ميراندا لم تعلق على كل تلك الأحداث، وتساءلت الصحافة ما قد تفعله في المستقبل، أما نصيحتنا لها هي أن تقبع في منزلها على هذه العاصفة تزول. فوالا، نكمل معنا ببيروت ونرجع لعالم الازياء والجلامور. رح نحكي على عالم الحقائب، كانت ضيفه معنا من قبل وترجع لها تقول لنا ايش في جديد عندها لكوليكسيون الموسم. بتعرفوا انه كريسمس تايم، فالكل عم يتحضر ليجيب هدايا جديده ويشوف ايش في جديد بعالم الاسواق. شيرين كرم والجلامورس براند فينيكسيا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ تو با بيان. تمام. وي تمام. كيف الواحد لما بيحضر الكوليكسيون هيك بيكون شويه امبو ستريسي، بيكون معجوق؟ اكيد بكون ستريسي، بدي اعرف نقي الالوان اللي داجل بنفس الوقت تكون تناسب البراند تبعه. سو اكثر شيء الالوان هي الاحمر، اوريدي الاحمر دارج هالسنه. سو الاحمر طاغي هالسنه بكريسماس، وعنا البرونز كمان، ذا برونز كولر والبيربل. هلا حنرجع نحكي على كل ايتم لحاله، بس للي ما شافونا المره اللي فاتت خبرينا ليه اخترنا هالتسميه لفينيكسيا. فينيكسيا لانه it has a Lebanese identity inspired by Phoenician arts، بما انه الفينيشن سيفيلايزيشن كثير كانت مهمه بالنسبه للبنان، انطلقت من المنطقه من لبنان، اكيد by contemporary art. It creates a classical design with a touch of funky. حلو، يعني تصاميم كلاسيكية مع لمسة عصرية. طيب كيف بتبلش الفكرة؟ مع عندك، مع التيم اللي عندك، كيف؟ الفكرة صراحة بلشت بـ University project بباريس as an image consultant. كنت عم بعمل فورماسيون وكان لازم نقي بروجي بيحكي عن بلدنا وبنفس الوقت يتقبلوا الغرب. سو هو الهدف كمان انه تسويق البراند برات لبنان، بس اكيد بالاول لازم بلش بلبنان. صار لي 4 أشهر I launched online، كانت a university project وطبقتها، عملتها a reality وان شاء الله. طيب مش غلط، very good. كيف نستوحي الأفكار من هلأ بهيدي الكولكشن؟ mainly الألوان، اللون الأرجواني الأحمر اللي منشوفه بهيدول الباجز، بهيدا وبهيدا الباج، وعلى الأكسسوارات في الفينيشن انسكريبشن فينا نشوفه على هيدا الـ the red one. This one. وفي كمان عنا فيك تقعدي وتفرجي للكاميرا. يس. أيوة هولي هن الفينيشن انسكريبشن، يعني فينيكسا بالحرف الفينيقي اللي هي اول الفابيتيكال انسكريبشن اللي هو بالعالم
وبلبنان هي أقدم وحدة بالعالم. أوكي. وهون عنا كلاتش حطيت عليهم الفينيشن أرمي القدمة. أعطيني أشوف للكاميرا لأنه لازم. Here we go. فهيدي مجسمات للفينيقيين القدامى. ومن هون شكل تاني which is very cute. هون اللي ما لحقوا شاف هدول الأحرف الفينيقية اللي هو يعتبر أول خطة في تاريخ الخطوط. Voilà. These are the details. اوكي شوفي عنا كمان. في كمان عنا الفلور دو لوتوس. زهرة اللوتوس. كانوا كتير يستعملوها على رسومات. اوكي. هي ان فات مش ما انطلقت من الفينيقيين، انطلقت من الفراعنة. بس كان في كتير ريليشن كوميرشال ريليشن بيناتهم، وكتير كانوا بالارت يتأثروا ببعضهم الفراعنة والفينيقيين، كانوا بنفس الايباك اللي هي 2000 3000 افان جيسو كريس. كتير يعني الشعب كتير قديم وكتير أثر على المنطقة، على منطقة اللوفان ومن لبنان أكيد. نرجع بس نشوف هدول اللي أنا ما شفناهم على الكاميرا. إيه هيدا it has a pyramid shape. which is Egyptian. بس الفينيقية كانوا كتير يعني كمان برسوماتهم وبألوانهم مستوحفتين من الحضارة الفرعونية. اللون الأحمر هن أول ناس هن اكتشفوهم لحدت هلأ هن الفينيقية كانوا يستخرجوها من صفدة الميراكس. حلو. Very nice. هيدا البيربل من بعدين الناس استعملوا هيدا اللون. استخرجوا من اللون الأرجواني بس زادوا عليه أكتر لون لحتى يعطي دارك أكتر، يعني which is red plus plus blue. أوكي أوكي. في عنا كمان هدية راح نوزعها اليوم للموجودين معنا بقلب السيتي سنتر، فإذا كنتم قرب join us. كم قطعة بتصممي شيرين لكل كوليكسيون؟ تقريبا بين ال 15 و 20 حسب كل قطعة وكل ديزاين. إذا كان أوريجينال أقل شوي، إذا كان كلاسيكال ومرغوب أكثر بكثر منه أكيد. شو اللي عم يطلبوا أكثر منك؟ ألوان معينة، أشكال معينة، شو أكثر مطلوب؟ أكثر شيء هيدا اللي على شكل الباخرة الفينيقية أكثر شيء مرغوب، لأنه بنفس الوقت بتحسه كأنه سرعة منه فيري كلاسيكال سرعة. سو هيدا أكثر شيء عامل منه كوانتيتي وأكثر شيء مرغوب بالمحلات. وشو الألوان؟ شو الأعمار اللي عم تاخد من عندك؟ صبايا سيدات؟ بتصدق أنه it's a big range between 25 و 55، يعني الكبار بالعمر عم بحبوا يلبسوا قصص not really classical classical وهيك شوي original، عم بحبوا القصص الفاشن أكتر من أنه وفيها شيء تتماشى مع كل الأعمار، يعني أنه it's not a piece الواحد يلبسها بس لترند معين لموسم وبعدين بيكبها، هيدي ممكن بتضل مع الواحد سنين وسنين. الهدف كمان أنه الباج يضاين أنه ما يكون لون كتير فيع أو موديل كتير سرعة كتير فانكي 100% فانكي، لأنه أنه بتلبسه وبعدين you wouldn't. طيب عندنا الكادو اللي رح نوزعه هلا على الهواء مباشرة. اكسلون بس اللي اوكي. وطيب انه هلا ما عم نشتغل على سيزونز لانه ما شاء الله قديش صار لك 4 أشهر فقط؟ صار لي 4 أشهر بس اشتغلت على 4 أشهر عملتي دو كوليكسيون يمكن لهلا. ايه عملت وينتر كوليكشن واسم من السمر 2014. اوكي. وهيدا اتس باك فور مان، هيدا اتس بيور كونتمبرري ارت منو inspired by Phoenician. Beautiful. عم بركز هلا كمان على الشباب لانه كثير عم بحبوا الاساس الترندي والفاشن، وما عم انه هن كمان زي انه لازم يلبسوا اساس انه very glamorous مش بس البنات. سو بلبنان بعد جديده بس we cannot imagine قد عم بيطلبوا من هذا الموديل كروكو برينس كثير عم بحبوا. ايه لازم احنا كمان ندلعونا شوي نجيبوا بس للصبايا يعني انه اكيد مش بس للصبايا. لا كتير كتير حلو. طيب في اكسسوارز عم تعمليهم شيرين ولا بس؟ اي هاف ا بلان انه اعمل اكسسوارز. في مشروع. أوكي. في مشروع بس بياخد شوية وقت. هلا عم بحضر كولكشن للمتحف اللي هي بيورلي فينيشن فينيشن انسكربشن، ان شاء الله قريبا نقدر اعرضها معكم. اكسلون. خلينا نشوف هلا على الهواء مين المحظوظه اللي راح تفوز بالجائزه. يلا خلينا نشوف الكاميرا اللي راح تهدي هيدا الشنطه الباج من فينيسيا لشيرين. فوالا فوالا كونغراتس، الف مبروك لهذا السيدة. وأكيد thank you لشيرين كمان. thank you a lot. ولا her brand. thank you so much.
وأول ذا بيست لشغلك ولا مشاريعك المستقبلية. نشوفك very soon. رايحين على فاصل من بعده وفي عنا كتير أشياء. تفضل. بعد الفاصل نتابع مع الفاشن وتصاميم حديثة لحقيبة المرأة العصرية مع شيرين كرم، فتابعونا. Baby, get on through all these little lies that I said to you, yeah. Oh no, I won't go. Oh no, I won't leave. Oh yes, you gotta hold on, to hold on to me. Hold on. There was a thirsty man who was calling help, but you didn't do what you're supposed to. And then so instead, he was the one to help you, yeah. Oh no, I won't go. Oh no, I won't flee. Oh yes, you gotta hold on, to hold on to me. Say hold on. Baby, look up to the moon. Oh yes, leaving soon. But little bird, you know that it's going back to shine on your pretty face that I'm gonna see one day. Oh no, I won't go. Oh no, I won't leave. Oh yes, you gotta hold on, to hold on to me. Oh no, I won't go. Oh no, I won't leave. Oh yes, you gotta hold on, to hold on to me. Hold on. شكرا كبير لكلود جريدي. رح نتعرف عليه أكثر بهالفقرة وتحديدا على فرقة كلي نوتس لنعرف كمان آخر نشاطاتهم الفنية. ومثل ما بتعرفوا دايما نحن برنامجنا متعرف على فرق جديدة لنشجع دايما هالشباب وعندهم طموح دايما يكون وحلم أنه يوصل للعالمي. أهلا وسهلا فيك كلود. مرحبا. بونسوار. كيفك كلود؟ تمام. كلود خبرنا اكثر عن فرقه كلي نوتس. عرفنا اكثر عن الفرقه. هو انا بكتب الاغاني تبعي بيسكلي، وفي عندي جيتار ليلي اسمها الجيتار تبعي، وهي انا وياها يعني روح وحده. يا روح وحده. وانا قلت انا عم بقول فرقه بس انه وين الفرقه؟ الفرقه هي انا والجيتار. انت والجيتار صح. كلود خبرني اكثر، هل بتلاقي صعوبه انك انت سولو يعني اذا بدك لحالك مش حدا بيرفقك عاده بس تكون متواجد باي مكان او باي مناسبه؟ هلا
يم بيكون في معي يعني باند، يعني انا بكون عم دق لحالي مع الجيتار، بس مثلا اذا في محل بكون عايز مثلا درامز مع بيس بيكون في شغل اكثر، يعني بيكون في يعني مثل جوينت بيني وبين غير عالم بدقوا معي. و حلو. نعم. شو الفرق اللي شاركت معهم بالعزف والغناء؟ كان في فرقه من قبل مسمينا كنا اكوستيك، يعني جيكوستيك اول شيء تبليشه كانت. اوكي. هلا كباندات معروفه يعني كانوا يعني هلا عم بلش يعني زبط كم شغله، يعني عم بلش نفوت على السين تبع الميوزك يعني، وخاصه بلبنان هلا عم بلش تكبر الشغله. صح. ف مبدئيا ان شاء الله يصير. كلود قد ايه بتحس اليوم اذا بدك الوضع الفني تغير عن السابق؟ يعني قبل كانت الفرق تلاقي صعوبه اذا بدك لتحقق هالانتشار وهالنجاح، او الناس اذا بدك تيجي تحضر هالفرقه تحديدا، اليوم صارت اسهل لانه كثروا الفرق وتنوعت اذا بدك، تنوعت السايد. صار في اكثر كومبيتيشن يعني، وفي عنا في الانترنت اكيد يعني كثير بتساعد. كتير بتساعد لانه ما ضروري تروحي لبعيد، يعني انت بالبيت فيك تعملي ادفرتايزنج لحالك وتخلي العالم يعني تعرف عنك بلا ما كتير يصير في دفع مصاري لبرودكشن كومبانيز وهيك، يعني لانه ما في كتير برودكشن. لا برودكشن بلبنان يعني هلا بلش مفروض، يعني ان شاء الله السنه يعني تكون بلش نشوف باندات حلوين وقويه بلشوا يطلعوا يعني على السين. صح. كلود شو الستايل اوف ميوزك انت بتحبه ودائما اذا بدك تتبعه بالحفلات؟ هلا في الروك اند رول ميوزك مع الويسترن ميوزك، بحب يعني هالكومبينيشن لانه شوي مبسوطه الغنيه يعني بنفس الوقت، يعني عم بتكون العالم فيها ترقص فيها تعمل قصص، يعني هالميوزك اللي هي روك اند رول والويسترن ميوزك الكانتري. الكانتري ميوزك مين من الفنانين بتسمع لهم وبتحب تغني اغانيهم؟ اكيد في كتير يعني هلا احسن احلى باندات عندي كان بلشت انا اول شيء كان في مامفورد اند سونز اللي بدقوا كانتري ميوزك هم معروفين حلوين كتير بحبهم، وفي كمان كروك اند رول ميوزك يعني في اكيد كلهم بيعرفون رولينج ستونز هن معرفين شوي بالروك اند رول، فهودا كثير بحب الدق لهم. كثير يعني بتحب الدق لهم. كلود وين عم بتكون متواجد حاليا وكمان بشو شاركت حفلات او ايفنتس كانوا؟ بلشت اشتركت بحفلات ب مسرح المدينه. أوكي. كان في عندي حفله تحت عملناها، وكان في بدق ببابليت يعني هيك يعني بجوني بيروت بجميزي يعني تقريبا على الساحل بهالمطارح يعني. على الساحل. في شيء هلا عم تتحضر له كلود؟ في شيء حفله قريبه؟ هلا حفله قريبه ما فتحوا تياتر جديد بجميزي، كانوا هي للمدرسه كان التياتر، فمفروض يعني قريبا يصير في مثل كمان بجيب عالم يعني نشاطات معي نشاطات موسيقيه مزبوط، وبمسرح يعني بتكون اكثر بروفيشنال من ما انه بالبار وعجقه وهيك، يعني بيكون مطرح شوي اكثر ترتيب راقي يعني. كمان اكثر. كلود عم تتحضر لشيء يمكن اغنيه لألك خاصه او بتلاقي هذا الشيء او هالمشروع مؤجل وصعب؟ هلا الاغاني اللي دقيتهم اول غنيتين هن لالي انا كتبهم ملحنهم، بس هلا في شغل اكثر بعد على البرودكشن، يعني يكون في يعني مش الميوزك لحالها الجيتار وانا، يعني مثل ما عم بقول كنت انه يصير في باندات معي تجي الباند وينشغل مزبوط على الميوزك اكثر، لانه كثير حلوين على فكره هالسونجز عن جد حلوين. على فكره انه مش سمعتهم اكيد قبل طلعت انت كتبهم وملحنهم، معقول يكون في البوم اذا الانتاج كان منيح وكله ماشي الحال؟ اكيد ان شاء الله يعني هلا يعني العالم اكيد هي يعني نحن ما بندق لحالنا بندق للعالم، واذا العالم بتساعدنا نحن بنعطي كمان مور باور، يعني هن الموتيفيشن تبعنا، يعني هن بيخلونا نقرب لقدام اكثر. عاده بس تلحن اغنيه وتكتبها خلص تصير جاهزه، مين بيسمعها بيعطيك رايه فيها؟ في رفقاتي، في عندي رفقاتي هلا اجوا معي على البرنامج لهون، هن بيشجعوني يعني بسمعهم الاغاني وبيقولوا لي رايهم و they're honest يعني basically بيقولوا لي انه ايه حلوه او مش حلوه او بيساعدوني كثير. كيف بتتفاعل مع الناس؟ في كارولين حاتم هي بترقص دانس كونتمبورير، فمره التقيت فيها بباب تحت وهي بترقص مثل ما عم بحكي، وكان في رقص بالمحل يعني انه العالم بتفوت معي يعني بحلو. ايه مزبوط بتعيش الجو اكثر. بتعيش الجو اكثر. كلود متمنى لك كل التوفيق، استمتعنا كمان بحضورك معنا وصوتك الحلو عن جد، والاغاني كمان اللي سمعناها من توقيعك على امل نشوفهم بالبوم.
إذا الله راد. Thank you كلود. أهلا وسهلا فيك. يعني توقف مع تقرير عن الفنانة الأمريكية دولي بارتون اللي عم تتحضر لحفل غنائي كبير وأبي رفقة شبحة. كيف وليش وشو بنعرف أكثر بالتفاصيل بهالتقرير لأنه ما رح ننطل لرأس السنة لنتعرف أكثر على الجوست أو شبحة. بنشوف بهالريبورت. دولي بارتون المغنية العازفة والممثلة التي اشتهرت بموسيقى الكونتري تقوم في الدوليوود بتقديم أعمال فنية وتتحضر لتقديم حفل غنائي مميز في نهاية هذا العام بمناسبة الأعياد. ما الجديد في الأمر؟ دولي بارتون ستؤدي دورها إلى جانب شبحها. الشبح صور بارتون على طريقة الهولوغرام وسيتم عرضه بأبعاد ثلاثية إلى جانب المغنية التي ستؤدي ثمانية أغنيات من الفولكلور الإنجليزي والسكوتلندي. أما الشبح فما دوره؟ هو فقط ليذكرنا أنه ليس مهما ما لدينا بل المهم هو من لدينا. رسالة محبة ترسلها قبل بدء العام الجديد. رجعنا لكم. أهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا في بيروت مكملين جرعة الأزياء وعالم الفاشن اليوم كبيرة في برنامجنا. إن شاء الله تستمتعوا بكل ما قدمناه. موعد الأسبوعي سيدريك اللي بيقول لكم كل خبايا عالم الفاشن and styling. سيدريك أهلا وسهلا. مساق بلال. شو الأخبار؟ الحمد لله. أنت كله تمام؟ الحمد لله. ألورا شو في عنا اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن القميص البيضاء يلي عادة النساء أكيد it's a must have item بقلب كل خزانة امرأة. بس المشكلة أنه عادة بياخدوها أنه أز رايحين على الشغل لازم نلبسها, عنا شيء كتير فورمال لازم نلبسها. ما بيفكروا أنه لا فينا نلبسها بطريقة تكون كتير ستايلش, بطريقة كتير تريندي وعلى الموضة كمان. فأول شيء رح نشوف على المانكان اللي عنا, عنا الفورمال لوك. هيدا الفورمال اللي مزبوط. هو هون يلي على شمالنا. هيدا اللوك يلي عادة النساء بينظروا له بس يشوفوا القميص البيضة. Okay. بس يفكروا انه عنا قميص بيضة بقلب الخزانة لازم نلبسه هيك, يعني مع تيار الأسود, إن كان تنورة مع البانتس الأسود مع البليزر بروح على الشغل فيهم. فأنا بس اليوم حبيت غير شوي هيدا المنطق وقول انه لا القميص البيضة فينا نلبسها بكذا ستايل وكتير بعيد يكون على الفورمال. فلا دونك هيدا هو الستيل الكلاسيكي اللي المعروف والمتداول, لكن في اشياء وافكار كتير مميزة بتخلي هيدا القميص لشوية انه between brackets boring بيصير rejuvenated. يلا العارضات جاهزين نشوف ايش حضرنا لوكس دريك لليوم. تفضلوا. عم نشوف هلا اول لوك. اول لوك شوي it's a French style look. اول شيء منشوف على الكولر حطينا هيدا الاكسسوري, ذكرنا القميص من فوق, ذكرنا شوي تيراتو ستايل, ذكرنا شوي بالفيفتيز. اخذت التنوره اللي فيها فوليوم شوي بتجي شوي على الويست عاليه, زدت لها كمان البو تشوي تعطيها حركه شوي. اللوك اتس فرنش ستايل لوك اذا بدك, وأكيد التنورة من تول معمولة. ملاحظ أنه دارج كتير التنانير الأطول من العادة يلي كمان رترو كتير, مش التنانير القصيرة الضيقة والعالية. تاني لوك لليوم كمان على ذات القميص البيضة, عم نشوف انه التنورة السوداء البيزك كمان يلي حيلا امرأة لازم يكون عندها اياها. الحلو هون بس انه بس طلعت هي من شغلة وعندها عشية تنقول عشرة او عندها حيلا ايفنت فيها بس تحط عليها هيدا الكوت. نقيته كولر شوي يكون فلاشي كولر. كمان فينا نذكر بشغلة انه هلأ دارج الجاكتس للطوال مش لقصار كتير. But she knows me through and through.
She knows just what to do and how to please. Okay, so voilà, هذه كانت طرق مختلفة لكيف الواحدة ممكن تحاول من هيدا القميص شيء أوريجينال. مزبوط. شو في كمان أفكار تانية؟ بدي أحكي أول شيء شوية عن القميص. يوجوالي تنقية القميص مهمة، لازم تكون دايما أكيد 100% كوتون، فيها تكون سلك أكيد، بس preferably ما تكون سلك إذا رايحين على الشغل، بتكون عادة سي ثرو، بس نحكي شغل بتكون it should be a formal look أكتر. وليه كوتون لازم تكون أكيد كرمال مي للتعرق أكيد وللهايجين يعني مش أكتر. بيختاروا لوس وان، واحدة بتكون فتد لإلون أو ممكن أكيد إذا الإمرأة جسمها حلو أكيد هي. أفضل تكون ضيقة على جسمها جاي فتد عليها أكيد، إذا كانت شوي معباية أفضل ما تكون كتير ضيقة تما تظهر بعد أكتر التفاصيل، تما تظهر تتخبي يعني إذا بدك شوي العيوب الموجودة بجسمها، مظبوط العيوب خاصة من المنطقة الوسطى إذا بدك. اوكي طيب، بعدين ما بعرف اذا انت حضرت هذا اللوكس، بس في كثير من السيدات يعتمدوا انه يلبسوا شورتس رجاليه مظبوط، هيدا البوي فريند ستايل بدنا نحكي عنه هلا، كثير دارج البوي فريند ستايل ان كان بالقمصان ان كان بالجينزات ان كان بحيلا بالتوبس حتى بحيلا شيء كثير دارج بوي فريند. ليه بنسميه بوي فريند؟ لانه يوجوالي بيقولوا انه البنت لابسه هير بوي فريند كلوث يعني سو بس هات العالم يعرفوا اللي بيسرقوا من دولاب ازواجهم او اخواتهم فكثير دارج البوي فريند كات، بس اكيد البوي فريند كات ما بتلبق للكل يعني القميص الواسع اللي كتير مثل ما قلنا قبل ما فيها تلبسها امرأة كمان كتير تكون معباية، او مثلا جينز واسع تنقول بويفرند كات جينز تلبسه مثلا امرأة معباية من تحت يعني رح ينصحها اكيد كتير اكتر ورح بينا ضخمة دفنتلي. يلا العارضات جاهزين، خلونا نشوف سكند لوكس للقميص الابيض كيف يكون ويتلبس بطريقه تريندي. اوكي ثالث لوك لليوم، اول شيء بدي اذكر انه عم نشوف كل القطع من بوتيك توكسيك بوتيك بالكاسليك اللي بنشكره اكيد على ملابسه الكتير حلوه. عم نشوف اول شيء هون الشميز، لاحظنا انه عليناها وعقدناها يعني بطلت تحت البانس او تحت التنوره صارت فوقه، كمان فينا نتبعها خاصة إذا في السكيرت إلها فوليوم من تحت. شو عم نشوف هيدي السكيرت؟ أكيد السكيرت شوي جريئة، أكيد مش حيالة بنت عندها الجرأة إنه تلبسها. It's a bit funky. أكيد رابع لوك استعمال الجيلي مع الشميز، كمان فينا نستعمل الجيلي مع الشميز بهيدي الطريقة. الشورت هون الأزرق بلوجيتان حطيت معه هيدي الجيلي، الجيلي بتجي من ميلة فوال طويلة ومن ميلة ماش عادي ساتان ناشف. حرام الكاميرا ظلمتهم للصبايا، they're not that chubby. نحن عم نشوفهم لايف هلا اضعف كثير. لايف الصبايا ضعاف، مش كثير ضعاف بس انه فولومتيوس، بس طالعين يمكن 5-6 كيلو زياده على الكاميرا فحرام اكثر. شو الكاميرا ظلمتهم، الكاميرا ظلمتهم، وي هاف تو سي ذات. طيب نرجع بس نعطي تيبس للسيده اللي بتحب تشتري القميص اللي ممكن تستعمله بس لوك اللي هو اللوك الرسمي، وممكن مثل ما عم نشوف عم يتحول لشي قلنا كوتون. قلنا اول شيء كوتون، ثاني شيء فينا نقول اذا بدك التبس مع شو تلبس القميص، فيها تكون تنوره ضيقه، فيها تكون تنوره فيها فوليوم كتير، فيها تحط فوقها بس جيليه
تظهر فيها، فيها تحط فوقها يمكن بليزر بس غير لون، فيها تحط هلا لانه قادمين على الشتويه، فيها تحط حيلا كوت في يكون كولرد في يكون لا، فيها تستعمل يمكن فولار مثلا لون بس اذا حطته فوقها خلص بيكسر هيدي الفورم اللوك اللي بنشوفه. كمان فيها تحط يمكن فيها تحط لها دو او ترا براش مثلا على جنب كمان بيعطيها شوي ستايل حلو. فيها تحط لها بلت يمكن شوي مثل ما شفنا باللوكات، يمكن بلت واحد بس هو بيغير اللوك كله. فيها كمان هلا اكيد تعتمد على شكل كولر معين لانه في مثلا مثل هدول اللي فيهم باتنز اللي ما فيهم. مزبوط، في كذا نوع كولر. عندك اكيد عندك الكلاسيك يلي بتجي اللي عادة كل العالم عندهم إياها، عندك مثلا كول بيبي، عندك الكول شال مثلا، أكيد في كذا نوع، بس أنا اليوم أكيد تركيزي على القميص البيضة يلي الكلاسيك البيزك ون الصيدة اللي ممكن كل وحدة أو واحد عنده إياها. بس أكيد عم نحكي أكثر على السيدات اللي هي بتفكر أنه بتستعمل فقط للأوفيس، ممكن استعمالاتها تكون مختلفة ومتعددة. العارضة جاهزين، يلا نشوف الثيرد لوك لكيفية استعمال القميص الأبيض. خامس لوك لليوم، عم نشوف سالوبات جلد هو أسود، بما أنه leather is the new denim هلأ كتير ان الليذر، حبيت دخله ويكون بطريقة سالوبة. اكيد من عند توكسيك بوتيك بالكاسليك، حبيت زيد عليها هيدا الفولار يلي بيجي عليه اذا بدك شوي بادجز كبار تشوي يعطي لوك شوي ستايلش تكون. واكيد بعدنا على القميص البيضة. Okay. سادس لوك لليوم هو استعمال الفغور أو الفر على القميص البيضة كمان. فينا نستعمل الفرو مش غلط أكيد. حبيت هون دخل الفرو مع الجلد مع بعضهم، بما انه كمان جلد كتير ان والفارو اكيد بالشتة ما بي دايما الفارو موجود بالشتة، فحبيت this jacket مع this short leather shorts. رجعنا شفنا بهاي السيزن عودة الفارو أيضا بقوة وبديفرنت كالوريز. مزبوط. هيدا شيء حكينا عنه قبل كمان. yes. عن ديزاينرز كيف استعملوا الفارو خاصة الانيمال برينتس والفارو فيهم، خاصة كمان للشباب. وقتها كانت شفنا اللوكس الغريبة ايه واللي حبيتهم كلها نانسي. أكيد راح تجيبتهم نانسي. نانسي راح تجمعهم. طيب شوفي عنا كمان أفكار ممكن تقدم مع القميص الأبيض. على القميص الابيض كمان هلا بعد جاي تو لوكس هلا كمان رح نشوفهم. الافكار هي انه بدي اقول شغله انه حتى القميص البيضه فينا نروح نسهر فيها، مش ابدا غلط، مش انه ما لازم نمل منها انه هيدي للشغل بس ناخذها او لشي فورمال، فينا نروح نسهر فيها ورح نشوف هذا الشيء باخر لوك معنا لليوم. وفينا اكيد كمان ندخل كذا نوع اذا بدك كذا كولر، لانه بالنهايه الابيض مثل الاسود تقريبا بيلبق له كل شيء، فما نخاف نجمع مع الوان، يعني شو ما جمعنا الوان معها دائما رح تكون هي شيء بيزك ولبق له الشيء اللي رح نزيده عليه. حلو، في منهم اللي بيستعملوا مثل ما حطيت انت باتشز او اشياء
يعطوها هيك اكسسوارز مزبوط اكثر اوقات اكسسوارز يمكن تزيد مثلا بريسلتس كبار مثلا او عقد كثير كبير وما حيلا جينز عندك بالبيت وبيعطيها بس هذا التاتش هيك شوي ستايلش يعني تيشيل من حد انه تمام تبين فورمال بس والابيض المرأة. ممكن يروح مع كل الالوان صح مزبوط ابيض مثل الاسود هو بس مع دارك كالرز مع لايت كالرز مع فلاورز كل شيء مزبوط خاصة بروح مع كمان كتير برينتس كمان مش بس كولرز يعني بروح مع الانيمال برينتس بروح مع حيالة برينت حيالة نوع باترن عندي اياها في دخلها مع اللون الابيض اكسلون يلا عارضات جهزت يلا we need 10 more seconds لنشوف اخر لوك حضرنا اياه اليوم سيدريك لنتعرف على اللوكس اللي ممكن تستعمل للقميص الأبيض اللي البعض يمكن يفكر أنه يتلبس فقط بهذه الطريقة اللي رأى عم نشوفها الآن اللي هي الطريقة الكلاسيكية اللي بتكون أحياناً boring it's nice sometimes to be formal بس مش هيك بهالطريقة كتير طلع مدرسة مدرسة أو ناظرة that's the looks اللي we don't want anyone to see بصراحة لأنه It's a bit boring, dull, وما في أي حياة. فالشيء المختلف هو باللوكس اللي عم نقدمها so far. قدمنا لكم 6 أفكار بثلاث عروض. رح يضل عنا فكرتين لآخر شيء اللي رح نشوفهم الآن مع سيدريك. يلا العارضات جاهزين يتفضلوا. عم نشوف سابع لوك لليوم عم نشوف انه استعملنا الشميز مع كورسي ابدا كمان مش غلط فينا كتير نستعمل قميص مع كورسي ونروح فيه على السهرة عشية عم نشوف هون كورسي مالتي كولرز عليه شوارفسكي بكل الالوان مع هيدا البانس الاصفر حطينا الشميز فوقها هلا مش تحتها وعقدناها كمان على الخصر أكيد عم نشوف اللوك من التياب بالأحرى هن مقيين من توكسيك بالكاسليك The girl is having fun آخر لوك لليوم هو هيدا الجينز يلي كله باتشز حطينا القميص تحته اكيد اتس فانكي لوك واكيد مش حيال حدا بيتجرأ يلبس هيك طبعا بس I thought it's a very stylish look بدي اشكر اكيد بوش كوتير على هيدا الجينز نور بعز حطيت له this necklace شوي يعطي هيك حياة من فوق Here we go هيدا كان آخر لوك لليوم واللي قدمنا من خلال سيدريك ومن خلال كل الأوتفيتس طريقة استعمال القميص الأبيض بشكل كتير فانكي وفي حياة ومميز أكيد بس بالآخر بدي أحب أشكر بس كم حدا أكيد بدي أشكر مثل ما قلت توكسيك بوتيك الكاسليك بدي أشكر نور بوعز وبوش كوتير بدي أشكر المودلز رولا سكايكي ودانيا يونس على كمان على دير كوأوبريشن اليوم بدي أشكر كمان صادق ماجد ونيفين سكايكي وبالآخر أكيد للكل اللي بحبوا ياخدوا أو يعرفوا وين موجودين هول اللوكس أما بحبوا يتواصلوا معي أكيد عبر السوشيال ميديا يلي عم يقطع على الشاشة That's it, here we go فهيدي كانت فقرتنا لليوم مع سيدريك we'll see you next week الله رد ميرسي بوكو رايحين على محطة انترناشونال تانية جوليا روبرتس behind this big smile في أشياء تانية بعدما حصدت منذ أيام في مهرجان هوليوود للأفلام جائزة أفضل ممثلة عن دور ثانوي في فيلمها أوغست أوسيج كونتري والذي يروي قصة عائلة مفككة تكشفت حقائق عن طفولة وعائلة جوليا روبرتس كتبت The Mirror بأن جوليا وأخوتها عانوا الأمرين من زوج والدتها مايكل موتس
فبتي والدة جوليا تطلقت من أبي أطفالها وتزوجت موتس الذي أساء معاملة أطفالها، وكان والدهم قد توفي في هذه الأثناء بعد فترة وجيزة من طلاقه. الأخ الأكبر والممثل أريك روبرتس لم يتحمل الوضع وغادر المنزل، فوقع الثقل على الأختين ليزا وجوليا. وفي عام 1983 طلبت بتي الطلاق من زوجها متهمة إياه بسوء المعاملة وحماية لأولادها، وكانت قد رزقت منه بطفلة أخرى. وعند سؤال جوليا لما لم تتكلم يوما عن تلك الحقبة من حياتها، صرحت أنها تتمسك بمبادئ قوية حيال تلك الأمور، وأنها احتراما منها لوالدتها وشقيقتها من زوج والدتها لا تعتقد أن لها الحق بذلك. فرقة شاهد مرجان وتنوعت اليوم الدبكة، شفنا الرأس الأرمني بداية اللقاء وهلأ مع الدبكة، ونحن متابعين أكيد بفقراتنا وفقرة أسبوعية دايما السيدة والصبايا، وأنا شخصيا منطرة من أسبوع لأسبوع مع خبيرة التجميل نهى معوض. واليوم موضوعنا رح يكون عن الحواجب وكل التفاصيل الطيبة على الحواجب، الشكل الحواجب، كيفية تنظيف الحواجب ما بتخلص إلى آخره. هلا فات اليوم حلقتنا مخصصة عن المرأة المستعجلة، إذا بدك العنوان العريض حلو، هو المرأة المستعجلة كيف لازم تكون حلوة وما بيكون عندها وقت، كيف لازم تكون محضرة حالة بكل التفاصيل، جمال وجهها وشعرها حتى إذا بدها تظهر من بيتها بثلاث دقايق تخلص تكون مخلصة، مش يصير ناطرها ويقلها يلا وليه بدي أنطرك، لا خليها هي تنطره. مظبوط. أنا ما سألتك كيفك اليوم نهى؟ منيحة. منيحة. كيفك؟
تمام كتير يعني مستعجلين من ضل شفتين مستعجلين نوها بالبداية أهمية الحواجب يعني في كتير سيدات بتشوفي حواجبهم كتير قوية مش لابقين لوجهن مع أنه التكوين الوجه بتكون كتير ناعمة يعني على هالنقطة قدي الحواجب هن شي كتير أساسي بالوجه ممكن يغيروا بملامح الوجه أكيد الحواجب ضروريات كتير اليوم بما أنه عن المرأة المستعجلة سو بدنا نحكي شو لازم يعملوا بحواجبهم حتى ما يتأخروا لما بدهم يظهروا من البيت أو كرمال إذا بدهم يظبطوا جمالهم سو فيهم يشيلوا الشعر بالإلكترو ترموليز داير من دار الحواجب إن كانوا عاملين تاتو وإن كانوا مش عاملين تاتو سو بيعملون 5 مرات لـ7 مرات ماكسيموم ما بعود يطلع لهم شعر بالمناطق اللي بيزعجون هيدا إذا بدهم يتخلصوا يعني مثل أي مناطق اللي زعجتهم مثلا بين الحواجب بس ما لازم ليزر أوكي. لأنه عم يغلط وعم يعملوا ليزر عم بيأثر على الشعر الأساسي وعم بيأثر على العين أوقات لما يعملوا من تحت للأسف أنه في أشخاص ما بيشتغلوا هيدا الشيء بطريقة طبية مزبوطة سو لازم الإلكترو ترموليز لأنه بتحرق البصلة بلا ما تأثر على الجلدة ولا على الشعر الباقي أوكي. وين ممكن نتبعها هالتقنية؟ بأي منطقة بالحواجب كل المناطق كل الشعر داير من دار الفورم ومننصح انه ما يقربوا بركي حبوا بعدين يعرضوا حواجبهم هيك ما بيكونوا عم يلتزموا بفورم معين فورم معين وهيك بنكون زلنا الشعر نهائيا خلص ما بقى عندها هي شغلة هي اول ستيب من الاشياء اللي بتساعدها لحتى اللي ما تفكر أوكي. شو بدها تعمل بهالمنطقة وفي حال ما بدها تتخلص منه نهائيا وهي بدها تشيله مستعجلة ما قدرت تروح تشيل الشعرات الكبار ما تلتهي بالوبر الصغير لأنه الناس هول ما بينتبهوا لهم في أشخاص أوعوا بتصير تحت الدومة ما حدا حاطك هالقد تحت الدومة ما فينا طب في ناس بتشيل بالخيط كمان دير من دار الحواجب هول مش مشكلة يعني شو ما بدها تشيل اوريدي كمان ما نضيع حلقتنا اذا بدك ساشا اليوم ونحكي كتير عن ديتايات موجودين بالحلقه الماضيه اذا بيرجعوا ما كنت انت ساشا ما كنت انا so اوكي كان الموضوع عن ادق التفاصيل والمشاكل لكن عطيني الموضوع غلط اليوم عطينا عن الحواجب هو كل شيء الحواجب ضمنهم بس الحلقه هي المراه المستعجله طيب يلا خلينا نبلش بالرموش حسب ما عم بيقولوا لي بالرجية انا ما معي خبر بشي انا ماشي معكم ستيب باي ستيب يلا منبلش بالرموش الرموش هي كمان للمرأة المستعجلة شو فيها تعمل لون اذا منلاحظ الرموش اللي عم يمرقوا معنا هو الرموش الهابطين سو هون منبرم لياهن بضاينه 3 شهور وهيك بيسهل علي عملية تثبيت جمالها فمنشوف لو ما انا عاملة ميك اب منشوف انه وجهها حلو سو هيدا شيء كتير بيسهل عليها عملية انها تظهر من بيتها وما تضطر تقعد تكبس رموشها وهيدا الشيء اللي كتير غلط او تركب رموش باخر لحظة وبيطلعوا بشكل كتير طبيعي هيك بيطلعوا طبيعية وما بيأذوا ابدا اوكي انما اذا ركبت رموش للي بيضاينوا وقت طويل هيدا كتير بيأذي سو منفضل تركب رموش على جمعتين بس للي مثل هلأ بآخر الحلقة رح منشوف معنا ريتا علام أوكي. معنا الموديل كيف محضرين لرموشة بطريقة كل شخص بيقدر يركب رموش على جمعتين سو أنا أي لحظة بدي أظهر من بيتي سأنا من حلقة الماضي رموشة بعضهم من وقتها بعضهم مثل ما هني طب وكيف بتشيل المكياج عنهم بتنظف بدي مكياج داير عيوني أوكي. بحط ميك اب وبشيل عادي بس رموشي ما بدق فيهم ومي ما فيك تقربي على ما بحط على الرموش بس هون كله بحط اللي بدي اياه بال وجمعتين مد حرزاني يعني مش ما بيأثر يوم ابدا يومين. اوكي كثير منيح حبيت هالطريقه اوكي سو هيك لما بدي اظهر دغري قلم اسود بقلب العين شوية باودر مش جاهزين خاصة إذا ما عندك إشياء تتخبيها بوجهك مثل أنت اسمها ساشا وجهك ما في عندك تشات شوية باودر حتى بلا فاونديشن بيمشي الحال أوكي. مثل ما كمان هلا بنوعدهم رح نفرجيهم كيف بيعملوا المكياج السريع ب3 دقائق بآخر الحلقة أوكي شو بدنا نحكي كمان غير الرموش نهى هلا بالنسبة لمشاكل الشعر بالوجه الوبر وهالاشياء تما كمان يقعدوا يحتاروا كيف يشيلون هيدي زي تقنية الحواجب بيقدروا كمان يشيلون بالالكترو ترموليز للوبر والشعر اللي موجود لانه بعيد عن بعضه فضل كمان بالالكترو ترموليز مش بالليزر لانه عم بيصير في مشاكل بيكونوا وبر ولانه في كم شعرة بيمرقوا الليزر وبيحلقوا او بيقصوا هيدا كتير بيأذي من هالشي
هلا في عندك تاتواج تاتواجات للي هولي بنقول لهم بيرمننت ميك اب للي هن غير تاتواج الحواجب للي كثير بنحكي عنهم وهلا رح نفرجي صور حتى لانه المشاهدين صاروا معودين دائما يشوفوا صور للبيفور وافتر اوكي سو بنشوف كيف تاتواج الايلاينر تاتواج الشفاف كيف حتى بينعمل بطريقه يريح السيده انه بلا ما تضطر تحط حمرة صاروا شفاف على طول ملونين بتحط جلاس وبتمشي اوكي للشفاف هون عم نشوف للحواجب بالصور مزبوط وفي المرة المستعجلة للي بدها تروح على الانستيتيو مع نص ساعة في صور رح تمرق كمان كيف بيقدر ثلاث اشخاص يستلموها يعني نحن عنا بالانستيتيوت تتصل الزبونة مثلا بدها مع نص ساعة بدها تعمل ميك اب بيديكور مانيكور بنص ساعة انه بهالوقت اذا ما كنا حاجزين لثلاث اشخاص نو واي ما فيها نو واي ما بتزبط انما صح. اكيد فيها مثل ما ثلاث اشخاص شفتي كيف هلا ليك الصوره خليها شوي تنفسر عنا هلا اذا بتلاحظي بالصوره يمكن بتلاقي عاجلين عليها بس هي الست بتحس حالها بتدلل لما شخص مستلم لايدها شخص هون عم تعمل لها مساج لاجريها بذات كمان وبذات الوقت عم تعمل ميزوثيرابي للي هو بياخد وقت الميزوثيرابي تقريبا شي ساعة سو هيك مش بس عملت ايديا واجريا نشفوا ظهري الدغري من الانستيتيوت ما عتلت هم تنزعون كمان مش بس ميزو فيها تكون عم تعمل تاتواج ميك اب تاتواج اي شي بدها تعمله بتعمل معه كذا شغل ولاحظت بالصور نوعها بالحواجب كيف كانوا قبل وبعد عن جد السيدة شو بتتغير وطريقة الحواجب بحكينا عنها كتير شكل كتير طبيعي يعني منه كتير قوية حتى اللون خفيف ومناسب للوجه مزبوط قديه بيكون خفيف يعني قديه تاتواج خفيف قديه بيكون ماكسيموم ناتورال سو دايما نقول كمية التاتو قليلة تناخد نتيجة كتير ناتورال اوكي منبلش هلأ مع الصبية اللي معك لنشوف كيف رح تطبقي هالمعلومات كلها عليها اوكي موجودتها بتقربي بتوقفي حدي هلا منشوف وجه لريتا اذا منلاحظ ريتا وجه بتحسي غير انه هي اسم الله الله عطيها نعمه الجمال منلاحظ انه حواجبها منظفين بطريقه خفيفه طبيعيه مثلا بهيدي الحاله بدنا ننصح اذا الوحده حواجبها خفاف مثل حواجب ريتا منلاحظ حتى لو في وبر ما شلنا لياهن سو ما يتأيد الواحد انه انا حيلا وبره يعني لازم شيلها حتى هون شلت لها الكبار وتركت لها الوبر لانه عمره العمر الصغير حتى ما بنضطر نشله ونعمله بيانتراسي سو شويه كم شعره من هون نشيله وهول هن ذاتهم فيهم ينشالوا الكترو ما تعود تعتل همهم هلا الرموش محطوطين هن ذاتهم هول بيداينوا جمعتين سو هذا شيء بيضيف جمال للرموش حلوين يعني اذا الرموش ما كانوا طوال ما راح يكون هالقد جمال العين عاطي زاد الجمال زياده منشوف هي ريتا كتير ناتورال ما لنا شغله شيء بحالها مثل ما بيقولوا على اساس بتعرف اليوم السيده والله اصلا ما بدها ما بدها وبعدها صغيره ريتا سو انا رح اشتغل لها هلا المكياج للي بثلاث دقائق انا قلت انه المكياج بثلاث دقائق بيخلص؟ يعني ثلاث دقائق تقريبا خمس دقائق ماكسيموم انه يعني اعطيها بالكثير يلا اعطيها بالكثير يلا اوكي هلا حاسه حالي بمباراة قال ايه مسابقة رح نبلش معك ستيب باي ستيب اوكي؟ يلا سو مثل ما منلاحظ الباودر الفاتح والغامق عنا سو الفاتح دايما على داير العيون ماني مضطره انا بهيدي الحاله احط لها كونسيلر ليه؟ لانه انا لما بدي اعمل مكياج سريع اذا بدي اقعد احط كونسيلر وارجع احط باودر هيدا شيء بياخذ دوبل وقت بياخذ وقت صح وانا لما بدي اعمل مكياج سريع بيكفيني اني احط باودر لما اختار الباودر المناسب بتطلعي لفوق ريتا لما اختار الباودر المناسب ليكي شو بيغطي أيه. مع انه ما عندها ريتا بس بتحسي ليكي الفرق بين العين والثاني هلا عم تستعمل الباودر الفاتح انه على تحت العين هلا عم استعمل الفاتح لداير العيون أوكي. ليه الفاتح لانه ما عندها اسود سو ماني مضطره انا استعمل باودر مايل على اورنج تغطي الاسودات بس قد ما كان لما بتفتحي بيعطي اجمل حتى لو هو اصلا فاتح هلا من بعد ما نحط الكونسيلر شفتي خلصنا ما زلنا نحط كونسيلر حطينا بس باودر باودر سو هيك اذا مستعجله بيأديكي هيدا الشيء اوكي
هلا للوجه مثل ما كنا قايلين رح نذكر الفاتح دائما بنحطه على راس الخد. الفاتح على راس الخد على المنخار من فوق وعلى هيدي المنطقة. هلا مثلا ريتا وجهها بالعرض شوي مثل ما ملاحظة، سو هون لازم فتح تقعتي للوجه طوالي أكثر. وعلى الجواني بتغمقي وعلى والغامق بحطه كأني عم حط بلاش، بغمق وبحطه هون. لاحظتي؟ ايه حتى ما بتقربي ميل ما فتحتي، خلص بتتركيها خلص. ها هلا هون على المنخار على جنب بنحط الغامق، ما بندق بالفاتح اللي حطيناه. مزبوط. كمان هيدا الشيء بيعطي اجمل بعد للمنخار حتى لو المنخار ما فيه دفو. كمان على الغامق. اوكي. لاحظتي بلا ما نحط فاونديشن قدرنا نغطي، حتى قد ما يكون عندي انا بقع بالوجه وتشاه قادره انا احط لها باودر مناسب لبشرتها يغطي. ما هيدا اللي بدنا نقوله، انه عم تستعملي باودر مثلا مش شي ليكويد او كونسيلر. هيدا لا اذا مستعجله. قد ايه معقول يغطي؟ اذا بدها تغطي بتعمله تابوتمون، يعني بتحطه طبطبه، بتكتر بتحطه طبطبه بيغطي. اوكي. هلا دائما اذا مستعجله مش يعني عم تعمل مكياج يضينها كثير، بس هي مستعجله وبدها تظهر سو بتعمل هيدا المكياج. واللون الباودر شو هو؟ كانه شوي فيه شيء على بينك. هيدا البلاش، لان هلا هلا لون البلاش سوري البلاش هيدا البلاش شوي على بينك. لحظه هي شو لابسه؟ سو طالما هي لابسه الاوبرجين للي بيلبق معه هيدا اللون احلى من اني استعمل لها الوان ترابيه. اوكي. على الدقن ما رح حط تيضل الدقن ان ريليف. هلا هون شوي صغيره عندها وبر لانها صغيره لتبلش تعالجه نهائيا. سو بهيدي الحاله اذا ثاقب الشخص عنده شويه وبر يغمق مثل ما انا غمقت الباودر بهالمنطقه. اوكي. اذا بدي فتح بصير يبين. وهلا اجى وقت الجلوس وبيرجع الماسكارا. اوكي. الجلوس بننقي لون ناتشورال، هلا فيها تنقي اللون اللي بدها، بس بما انه المكياج خفيف افضل انه ما نحط الوان قويه طبعا. بس حتى ما حطيتي اومبر مثلا او اي شادو فوق العين هيك لون بني هلا رح نحط قلم بقلب العين. اه اوكي. لانه بننصح دائما للاشخاص اللي ما عندها وقت وبدها تعمل هيدا المكياج السريع ما تفوت بالاي شادو لانه هيدا بده ياخذ من وقتها شوي. سو كرمال هيك بنكتفي بالقلم. فهمتي؟ القلم ليه؟ لانه القلم اذا حطيته بهالطريقه بيمشي الحال، بأسرع طريقة هي إنها تحطه بقلب العين من تحت. طبعا بدنا ننصح إذا كانت عينها صغيرة ما بيكتفي بس بقلب العين، بدها تمدها شوي على الطرف. أوكي. وبيرجع بيجي الماسكارا. هلا خبريني إذا مش الحال ربحت. دايما ربحاني يا نهى. أوكي. هلا شفتي الرموش كيف ببينوا لما نحط الماسكارا؟ أنا حبيت الرموش إنه عن جد ما مبينين أبداً إنه حتى محطوطين، لأنه لما بينحطوا بطريقة مضبوطة وطبيعية صح. ما بيبينوا. وهيك بتكون بالعين، ما أصلاً عيونها ملونين ما بدهم لا آي شادو ولا بس شفتي حتى لو قد ما الوجه حلو غير شوية ميك اب بيعطيك جمال أكثر. وما أخذنا كثير وقت مزور. يعني أنا كنت عم فسر كمان هول اللي بدك تاخذيهم بعين الاعتبار. نهى نصيحة أخيرة لكل ست وصبية اليوم عم بتابعونا من ضمن موضوعنا إذا بدك لهالفقرة تحديدا. هلا ضروري تعرف كيف تعمل مكياجها، كيف تحط كل ستيب بستبتها. بنصح كل سيدة تعمل أوتو ميك أب لإلها، وبدي أوعد المشاهدين إنه جمعة الجاي أسبوع الجاي الأحد الجاي تحديدا رح يكون عنا سربرايز كتير حلوة. سو ينطروا لأنه رح يتفاجئوا. بس في أنا أعرفها. إيه بخبرك بعدين. أوكي. ثانك يو نهى، أهلا وسهلا فيك. دايما بتفيدينا عن جد بتبس سريعة، لأنه حياتنا اليوم صارت كتير سريعة وبحاجة لهيك نصايح نقدر نطبقها لدايما نكون محافظين على جمالنا وين ما بنكون متواجدين. ثانك يو سو ماتش نهى. ميرسي لإلي. بنشوفك الأسبوع الجاي إذا الله. ثانك يو ريتا.
مرسي. رح نتوقف هلا ونشوف خبر عن ممثل البريطانية ألين ميرن اللي لعبت دور الملكة إليزابيث بفيلم The Queen، وبتعود ألين الدور للمسرح بعنوان The Audience. خلينا نشوف إذا العمل المسرحي رح يلاقي نفس النجاح مثل ما كان بالفيلم. خلينا نشوف بهالتقرير. مجدداً تحصد الجوائز عن قيامها بدور الملكة إليزابيث الثانية. الممثلة القديرة هيلين ميرن حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية The Audience، والتي أدت فيها حياة الملكة منذ سن 20 إلى سن 80، وذلك في الإيفنينج ستاندر أوردز في لندن. المسرحية كان لها نفس قدر فيلم The Queen، وصرحت ميرن أن الملكة هي التي تحصد تلك الجوائز بالشراكة معها، فبرأيها ردة فعل الجمهور كان بالتعاطف مع تلك الشخصية العظيمة كما كان مع أدائها، وهي فخورة جدا لما توصلت إليه. سارة ساندر إحدى أعضاء لجنة التحكيم أقرت أن الاختيار هذه السنة كان صعبا لجودة المسرحيات التي قدمت في لندن، وأن العالم بأسره يتجه إلى تلك العاصمة لحضور إنتاجاتها المسرحية. Ships, minutes after it took out from a bottomless pit. But my head was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Say, won't you help me sing songs of freedom? That's all I've ever heard, redemption song. Emancipate yourselves from inter slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear from atomic energy, 'cause none of them can stop the time. For how long shall it kill our prophets while we stand aside and look? Oh yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill them both. So won't you help me sing these songs of freedom? It's all I've ever had. Song, these songs of freedom. كيولا كلاي نوتس، هيدا الفنان المميز اللي كان معنا اليوم. راح ننتقل لعالم تاني فني، هو بأساسه وفيه الكثير من التقنية والحرفية، وبيتطور وبيتجدد من وقت للتاني، هو عالم التأثيرات البصرية. فراح نفوت إلى عالم اللايت ديزايننج مع اللايت ديزاينر ان ارتست علاء ميناوي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو الأخبار؟ ماشي الحال. سافا؟
ألوغ قبل ما نحكي ونغوص شوية بجديدك لهالموسم، خلينا نعرف على الناس والشباب اللي ما كانوا معنا الحلقة اللي فاتت، إيش هو عالم اللايت ديزاينر؟ اللايت ديزاين هو اكشلي موجود بكل العروضات اللايف بيرفورمنسز والتي في بيرفورمنسز بشكل عام والافلام. هو فعليا اضاءه الشيء اللي راح ينشاف، ولو ما موجود هذا الدومين او هالمجال ما بنشوف شيء، ما بنقدر نقشع اي شيء من اللي عم نحضره. سو هو عالم كبير، بده شغل كثير وتعب كثير. انت كيف دخلت هذا العالم؟ بالصدفة. بالصدفة، لأنه كنت كمبيوتر ساينس وقلبت مسرح وأنا عم اشتغل بالمسرح اشتغلت فيه، وبعدين صاروا دائما يطلبوني يقولوا لي تعا بالجامعة تعا ضويلنا، وشوي شوي بلشت ناس من برا الجامعة يطلبوني، وبعد 6 سنين لقيت حالي إنه هذا هو الشيء اللي بدي أعمله. هذا هو الشيء اللي مستعد أعمله كل عمري. طيب أنت عملك شو هي تحديدا، شو اللي بتقوم به تحديدا؟ بشكل عام أنا ضوي مسرحيات ولايف بيرفورمنسز. انا بشتغل لايت ديزاينر، سو يوزوالي بتكون لمسرح، لايف بيرفورمنسز، كونسرتس او فاشن شوز. ومع الوقت بعتقد من 2010 بلشت اعمل اكسبيرمنتس بالضوء، وحبيت افهمه تجارب، وحبيت جرب افهم هالميديوم اللي اسمه ضوء. ومن وقتها بلشت اشتغل اني اعمل انستليشنز، وهالانستليشنز بكون الضوء هو عامل اساسي فيها، بنجرب نفهم هالعامل اللي اسمه ضوء شو هو، قد ايه بيأثر على حياتنا بدونه، نحن شو كيف نظرتنا للحياة بتكون بدون ضوء. انه غريب كيف ممكن الضوء يغير من مود، اتموسفير، شكل، كل شيء. لانه اذا عم تحكي ضوء، اذا انا هلا مثلا عتمت it might be romantic شيء او رومانسي، او يمكن يكون حزين بنفس الوقت. اذا شعشعت بيكون فرح، يعني بيأثر كتير على شخصيه، وعساك يعني محل ما انت قاعد وجود الضوء بيأثر عليك بشكل كبير. الناس ما بتنتبه له، اكيد ما بتنتبه له، بس هو عامل مهم كتير بكل شيء. I remember عم شوف طبعا صور، بس I remember شفت one of the movies كان اسمه The House. It was a horror movie. كيف انه البيت بضو كان بينوه طلع جنة، بعدين باللايتين غيروه وتحول الى شيء تاني ومود واتموسفير تانية. فعن جد it's an art. وبلبنان اخد وقت لبلش الناس تنتبه انه هيدا فن، وديزاينر وشخص لازم يكون موجود. وهلا صارت كل العالم بدها ديزاينر، لانه بدهم يشوفوا هالجماليه اللي ممكن تطلع من الضوء. حلو. كمان كنت عم شوف بدانسين وذ ذا ستارز النسخه الفرنسيه طبعا. قديش ماي جاد اللايتنج ديزاينر كان عم بيعمل اشياء مش طبيعي. او ماي جاد، ايه هول الاشياء بكونوا حلم لانه كاش. طيب لما بتاخذ بروجكت كيف بتبلش الشغل تبعك؟ بتعرف تعتمد اذا كانت مسرحيه او كان لايف بيرفورمنس مثل كونسرت او فاشن شو. بس خلينا نقول مسرح، اتس لونج بروسيس. بتبلش بتقرا النص وتتابع وتحضر ريهرسلز وتسال اسئله كتير عن السيت والديكور، ونحن وين، التاريخ، اندورز اوتدورز، كل هالقصص، كل عوامل بتأثر. بس هي كل عوامل بتساعدك لتلاقي تصميم الإضاءة. بس آخر نهار في شيء دايما بتجرب، بعتقد إذا واحد بده يعمل تصميم بدك تدور على شيء منه بيطلع من المخرج، يعني شيء ليش المخرج عمل هالمسرحية، وعلى أساسه بتقدر تلاقي الضوء اللي هو من المخرج بيطلع. مش قديش مهم المخرج، لو كان واحد شاطر وفاهم he can use all your assets، وإذا كان واحد شوية old generation ممكن ما بيفهم شو اللي أنت you want to go through and take through. بعتقد هي بتصير ثقة. يعني بدك تخلي هالشخص اللي وثق فيك وقال لك تعا اشتغل معي، تحسسه أنه أنت فهمانه وفهمان شو بده، وفهمان هو لوين الفيجن تاعيته بدها تروح. نحن عم نساعده كلنا لنقدر نوصله للي بده اياه بشكل عام. هذا اذا عم نحكي عن بيرفورمنسز او لايف بيرفورمنسز. خبرنا من اخر مره جيت فيها لليوم شو كان عندك جديد؟ صار لي سنه اكزاكتلي. من تقريبا جانيوري بلشت اشتغل على انستليشن اسمه بيوند ماي سيلف، وحاليا تصنع بتركيا وراح ينشحن التنين، راح ينعرض بامستردام. What is it? This installation is a piece of art. راح تكون بالطريق. هي مبنية على فريق جهاز. هي كيوب كبير طوله مترين بثلاث امتار. هو مراية
توقف تطلع بتشوف مرايه. اكشلي لما تضويه هذا الايفكت انه المرايه تبطل مرايه بتصير تشوف جوا. اوكي. وجوا رح تلاقي كيوبس ثانيين كمان لاخر شيء تخلص باوضه لانه كل الانستليشن مبني على فكره فيري تيل عن اثنين كانوا عايشين باوضه من ازاز وهو حطها بهيدي الاوضه وقال لها انت العالم مش مضطره تظهري لبرا. نايس. وبعدين هي قررت انه لا لازم تطلع وظهرت. وبعد ما ظهرت اكتشف انه هو ما بقى فيه يعيش بهالاوضه كمان سكرها وفل. هلا بعد الوقت بعد ما قطع وقت هي رجعت حبت ترجع له بس ما رجع. رجعت ما قدرت تفوت والشيء الوحيد اللي فيها تعمله انها تشوف حالها وبعدين تشوف العالم اللي كانت عايشه فيه. عشان هيك يا عم لانه قال انت العالم وشو بدك بابعد من حالي. الفكره هي انه بالضوء كان في مرايه بالضوء قدرت تشوف ابعد من المرايه ابعد من حالها لترجع لحياتها اللي كانت فيها. نايس 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 حلو. حتى بالضوء في قصص لازم لازم والا بصير افكتس واشياء محطوطه وشو ما كان. خبرني عن مشاركتك في مهرجانات عالميه قديش هيدا اتس ا بيج تشالنج وكمان اتس ريوردينج كمان الواحد بحس شويه هيك ايه يعني لما اجاني الجواب بمارتش بعتقد اجى الجواب من المهرجان اي واز اونرد يعني لانه هذا مهرجان صعب ينفات عليه من الشرق الاوسط نقوا شخص واحد وهن نقوا 30 شخص من اصل 360 مشترك. اوف كورس بتحس حالك انك اتليست عم عملت شيء وفي ناس عم تقدر انه هذا شيء حلو وهي الفكره كلها. ايه رح ينعرض بامستردام ومن شهر اجاني تليفون من المهرجان طلبوا انه يخلي الانستليشن عندهم سنه كامله ليعملوا تور فيه باوروبا. اوت اوف اول ذا انستليشن سو اي واز ايه. بمهرجانات مثل هذه في مواهب شابه عربيه ثانيه ولا كله بيكونوا اجانب بالعاده؟ بالمهرجان اللي هلا انا مقدم عليه ما في حدا من العالم العربي غيري. معظمهم كان من كوريا اليابان most of Europe and the States 30 اللي نقوهم. حلو. طيب الناس عم تفهم شوية انه مفهوم الضوء تغير مفهوم it's a whole concept it's art it's بلش شوية تفوت عنا الكالتشر of technology بعالم الإضاءة. ايه بقوة لانه اذا بترجع يعني اول ما بلشت او حتى قبل كنت اشوف انه كان الناس تتعامل مع الديزاينر على اساس انه شخص تقني هو بس بضوي وبفل. بس هي النظره تغيرت كثير خصوصا باخر 5 سنين. بتشوف مسرحيات عم ينشغل عليها منيح بالاضاءه بتشوف شوز قديش يعني كنت عم تقول دانسينج وذ ستارز او ستار اكاديمي اذا بتطلع اذا بس حدا بيركز شوي كيف مشغول على الضوء ليعمل هالفانتازيا او هالشول كامل بتشوف قد ايه عن جد عم بيقدروا قيمه الاضاءه. وهلا يا يا سمثينج تغير كثير. أسماء كبيرة ما شاء الله اشتغلت مع زياد الرحباني أنتخوت جواد الأسدي ويلسون كاميليا هبة قواس تانيا صالح كثير سو ماني. شو أعطيت لك الواحد وشو أعطاك هو؟ شو أعطوني كثير. اللي أعطوني إياه أنه أول شيء لما تقرب على هالعالم لما تصير تعرفهم عن قرب تكتشف انه الخبريه منا بس شو وناس بدها تزقف لهم او شيء. بتلاقي قد ايه العالم من جوا حقيقيين وكل فكره هيدا الشيء اللي بسموه فن مش للناس تزقف اخر النهار. الفكره هي لتلاقي شيء وكانهم كلهم لاحظت انه كلهم عم بيدوروا على شيء عم بيدوروا على وذير جينيون يعني حقيقيين بالطريقه او بالتعب اللي عم بحطوه ليوصلوا لهالحقيقه او للجمال. دائما الهاجس اللي لقيته عندهم كلهم. انا شو اعطيتهم؟ اعطيتهم قلبي لانه بتشتغل من قلبك مع هالعالم وبتجرب تأرجي قد ايه الناس حقيقيين بالضوء ضوي على هالشيء بس مش اكثر. حلو. طب عم تاخذ حقك في الاعمال لانه العاده الكريدت بيروح بس للمخرج او بيروح ل لا مش الحال. لا الحمد لله ما بيهمك. مش ما بهمني اذا بده يكون في كريدت هو ليساعدني لاعمل مشاريع تانية اكثر من هيك بس طول ما انا عم ضوي مبسوط سو ما بدي اكثر من هيك. طيب شو في عندنا مشاريع جديده؟ Beyond Myself. Beyond Myself هو اللي جاي هلا وبعده في انستليشن بده ينعمل بالصيفية ببيروت ومسرحية السنة اللي بعدها. حلو اكسلون. يعني انت حتكون بأمستردام سنة كاملة؟ رح اكون بأمستردام لا بس على الافتتاح. هو المشروع رح يقعد 3 أسابيع بأمستردام بعدين يسافر على براغ هلسنكي وماشي. اوكي اكسلون. doesn't need a visa بيروح وين ما بده هو ما الابداع الابداع ما بده فيزا. ميرسي بوكو لوجودك معنا. All the best. We're proud of you انه عم تمثلنا في مهرجانات عالمية والعربي الوحيد اللي بيفوت
وبإبداعاته الفنية ممكن يوصل لبعيد. رايحين على فاصل ومكملين في برنامجنا، ما تروحوش بعيد. جمانة وهبي جاي، تفضلوا. بعد الفاصل موعدكم الأسبوعي المرتقب مع عالمة الفلك والطاقة جمانة وهبي، فابقوا معنا. شكرا لشاهد إميرجيو على هذه الرقصات المميزة لرفقتنا اليوم في ببيروت. آخر فقرة لليوم راح تكون مع أور جمانة وهبي اللي راح تنضم لنا وتعطيكم إيش جديد هذا الأسبوع لعالم الأبراج والفلك، فخليكم معنا. وأيضا قبل ما تجي جمانة خلونا شوية نحيي بعض المتفاعلين معنا على تويتر and فيسبوك. فأكيد آياتي آية ببيروت love you so much thank you babes على كل الصور الحلوة. بيسان ألجي أكيد hello hello and thank you. آية ببيروت، ميرا جبالي، ريان thank you، مين كمان؟ كوكيتتي أكيد بحيي كوكيتا. في عنا حنونة بغداد big hello وتحية لك يا حنونة. في عنا كمان بس بدي لفتة بسيطة بس توني بس لأحكي مع كل الفانز لسلمة وفانز برواز كلهم طبعا عاملين حملة بدهم نستضيف سلمة وبدهم نستضيف أيضا برواز. أكيد إحنا بنتشرف أنه نستضيف الصوتين اللي حبيتوهم، وأكيد بحيي كل الفانز لهاتين النجمتين. وبتتذكروا أنه إحنا مرة تواصلنا معهم على أساس يكونوا معنا، لكن لظروفهم وظروف الشركة المنتجة ما سنحتش الفرصة. هلأ بما أنه عم بتقولوا راح يكونوا في بيروت إن شاء الله، بس يوصلوا لبيروت يتصلوا بينا هم، وإحنا أكيد رح نتشرف بوجودهم معنا. فبس فتحية لكل فانز برواز وتحية لكل فانز سلمة اللي أكيد إحنا بنحبها بالزف بالزف. يا أهلا وسهلا، بحبك بالزف بالزف. أنا كمان بحبك بالزف بالزف. سوا أنت شو أخبارك؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. كيف كان هيدا الأسبوع معك؟ والله هي ماشي الحال هيك وهيك. أي جود جود. شوفي عنا مخبى للعالم بهذا الأسبوع، في أشياء كتير حلوة، رغم أنه الأبراج بعدها معنا رايقة كتير، ولكن
في بعض من الأبراج يعني فينا نقول ثلاثة أو أربعة من الأبراج اللي بلشوا هيك الأمور عندهم إياها تهدى نتفة يعني مثل مولود الأسد شوي مولود الميزان كمان الأمور أوكي بلشت عنده القوس بلشت الأمور أوكي ودلوا هدول أكتر أربع أبراج الأمور عندهم إياها بلشت تعطيهم إيجابيات وبلشت تعطيهم هيك نوع من التنفس الحلو خي بس الثمان الباقيين بدهم يطولوا بالهم او يلزقوا بالابراج السعيده لانه بيقولوا لك جاير السعيد بتصعد صح فهيدي هي أوكي. اوكي شو بنبلش يلا وينو الحمل اليوم وينو ما مش موجود الحمل الحمل بعد بكره حيكون معنا ان شاء الله لكن لكل مواليد برج الحمل يلي الامور عندهم اياها بعد نص نص ولكن فينا نقول انه افضل من السابق بكتير وخصوصا الامور العاطفيه مثل ما قلنا بالسابق انه عم بحاول انه يحاول يفتش على الحلول لانقاذ هيدي العلاقه فينا نقول نوعا ما عم بيكون فيها ايجابيات المحاولات ولكن لكن بعده مولود برج الحمل ما مسك الأمور العاطفية بإيده مثل السابق فينا نقول الانفراجات الفلكية قربت وبلشت تعطي ارتياحات وبلشت تعطي كمان نتائج إيجابية ولكن عليه بالصبر فبدنا نقول لكل مواليد برج الحمل وأكيد لنانسي أنا تصبر شوي فالصبر كتير مهم وكمان لكل مواليد برج الحمل اللي عم بيحضروا للسفر اللي عم بيحضروا لورقة عمل جديدة فالأمور حتكون كتير إيجابية عندهم فكمان يخبوا أسرارهم وما يقولوها لحدا حتى ما يصير عندهم عرقلة أو تأخير فهيدي نصيحتنا لقلهم اليوم Very good. يعني حمل بما حمل مع نصيحة بونس أخذ اليوم يلا نشوف مواليد برج الثور نفسيا أبدا منه رايق والأمور عنده إياها بعد عم تعطيه بعض الارتباكات إن كان على الصعيد الشخصي النفسي وحتى العاطفي ولكن هيدا ما بيعني أنه الحظوظ المهنية مفتوحة قدامه ولكن ممكن يلاقي حاله بتاتش صغير ما بينه وبين أحد الزملاء بالعمل أو أحد المحيطين فيه فبدنا نقول له طول بالك شوي لأنه الأمور عندك إياها عم تعطيك بعض الضغوطات النفسية وخصوصا انك قاطع بدفعات وقاطع بمستحقات مالية وقاطع كمان بنفقات زايدة فمشان هيك كلها هيدي عم تترك اثر سلبي على مواليد برج الثور فمنقول له طول بالك شوي ربح من المال او ارباح مالية رح تحصل عليها وخصوصا انه كمان عتبة جديدة بانتظارك على الصعيد المنزلي او حتى على الصعيد العقاري حلو منيح كمان لبرج الثور الامور العملية بس بعد الامور العاطفية شوي فيها شوي التشنج مواليد برج الجوزاء كمان السنة ما انصفته والسنة ما كتير عطته ارتياحات لا ببدايتها ولا حتى بختامها ولكن فينا نقول انه الامور عندهم رح تبدأ تعطيهم بعض الارتياحات النفسية رغم انه بعضهم عم بيعيشوا زيول الماضي وبعضهم عم بيعيشوا الضغوطات المادية وبعضهم عم بيعيشوا بعض التاتشات الصغيرة ما بينهم وبين شريكهم كتار منهم خسروا العلاقة العاطفية ولكن فينا نقول في عنا مبادرات ايجابية لحلول من الناحية العاطفية ولكن الرجل يلي عم ببدل حياته العاطفية ببديل والمرأة اللي بعدها وقفة على الاطلال بانتظار انه عودة الشريك او حتى مبادرة من الشريك لترجع الأمور أو حتى يكون في ترميم للعلاقة مش غلط مولودة الجوزاء أنك توقفي على الإطلال ولكن حاولي أنك تفتشي على الطرق والأساليب اللي بترجع هيدا العلاقة وخصوصا أنه فلكيا رح تكون الأمور عندك إياها فيها إيجابيات مواليد برج السرطان نفسيا منكم مرتاحين صحيا كمان بانتظار ورقة صحية وكمان فينا نقول القلق المهني واحتمالات كتير كبير مولود برج السرطان ينتقل من مكان لمكان أو من موقع لموقع ولكن هو عباله يبقى بنفس المكان اللي هو فيه كرامة انه تعود عليه فينا نقلكم انتقال او حتى تغيير لعتبة جديدة ان كان او موقع جديد من الناحية المهنية ولكن رح تكونوا بامان يعني بتختم عليكم السنة باستقرار مهني وبالاضافة كمان لمصالحة عاطفية او مصارحة وكمان لكل مواليد برج السرطان اللي كان عنده بعض التاتشات من الناحية العائلية او بعض الخلافات فينا نقول الامور رح تكون فيها بعض الايجابيات او الارتياحات والمصالحة وحتى كمان التقارب وكمان المناسبات العائلية وصلنا عند ملك الغابة وأكيد عند الأسد هل أحلى أسد عنا هون حبيبة قلبي
لكينا لكل مواليد برج الأسد لوك جديد حيوية بطلوا فيها، وكمان نفسية جديدة بيرجعوا ببلشوا فيها بمحيطهم العملي من بعد ما كانوا كأنه قاطعين بإجازة، كأنه قاطعين ببعد، كأنه قاطعين بالتغيير من الناحية العملية، يعني بفوتوا بشهية على موقعهم العملي. ولكن هذا ما بيعني أنه ما راح يكون في استراتيجية جديدة من ناحية القوانين أو من ناحية التبديل والتغيير. التغيير مش معناته يغادر موقع عمل، لا، حيكون في عنده نقلة أو نوعية أو تطور، خلينا نقول تطور مهني بيكون أفضل بكتير، لأنه ما بيقبل بأنه يضلوا مطرحه من غير ما يجدد أو يغير. لكن بالإضافة زوار من سفر بيستقبلهم مولود الأسد، وكمان حتى عزايم بتبقى مناسباته الاجتماعية كترانة بهذا الوقت، وكمان فينا نقول بعض هيك الأمور العاطفية اللي كانت شوي فيها تشربك من بداية العام، فينا نقول هلأ العطب وفينا نقول المبادرات الطيبة رح يشهدها مولود برج الأسد مع شريكه بالعاطفة. تمام. في السفر ولا ما في السفر؟ مش هلأ في السفر، بس مش هلأ. السندباد. بدي سميك سندباد مش ملك الغابة، شو رأيك؟ سندباد. مواليد برج العذراء فينا نقول الأمور عندكم إياها رح تكون إيجابية على الصعيد العاطفي، رح يكون كمان بعض التنازلات للشريك وبعض كمان الاهتمامات من طرف الشريك لإلكم، وكمان هذا الشريك اللي عنده أوراق عم بيشتغل عليها، كان أوراق بتتعلق بإقامة خارج الأرض أو أوراق بتتعلق بسفر، وبالإضافة كمان لهالورقة القانونية اللي شوي شغلت له باله. أهم شيء لمولود برج العذراء أنه نحكي عن الأمور المهنية، الأمور المهنية رح يكون فيها الاستقرار، وكمان رح يكون فيها إبعاد القلق يلي عايشه. وكمان أحلى شيء اللي بلاقيه ببرج العذراء بهالفترة هو حالة الاستقرار العاطفي. مواليد برج الميزان يلي هو دايما بيقولوا كفتا الميزان مرة فوق ومرة تحت، فهيدي المزاجية اللي دايما بعيشها مولود برج الميزان أنه مرة فوق ومرة تحت رح تكون كمان حاضرة بحياته بهذا الوقت، لأنه نفسيا بيكون اليوم تعبان ولكن بكرة بيكون أفضل بكتير، وخصوصا أنه عتلين هم الروتين المهني اللي قاطع فيه، ولكن كمان فينا نقول في تجديدات وحتى ترقية بمحيطه العملي بوقت قريب. أما عاطفيا الأمور رائعة جدا جدا، ولكن عمال حسابك أنك أنت تكون عم بتطريها شوي مع الشريك، لأنه بأي لحظة مولود برج الميزان بتلاقيه بانتكاسة عاطفية. مولود العقرب الأمور عنده إياها الفلكية منا كتير رايقة، ولكن عم توعده بكتير نشاطات مهنية، وعم توعده باستقرار مهني، وعم توعده كمان بحالة التقارب ما بينه وبين شريكه بالعاطفة، رغم أنه الأمور النفسية ممكن تعكس عليه شوي بتخليه بحالة بعض الشك أو بحالة بعض القلق. ورقة صحية كمان فينا نقول بيقوم فيها بس من باب الاهتمام أو من باب المتابعة الطبية، ولكن ما بتخوف. مواليد برج القوس، هلو ريما، وصلنا لعندك ولعند كل مواليد برج القوس. فينا نقول لكل مواليد برج القوس فينا نقلكن ونوعدكن ونطمنكن أنه بداية العام المقبل رح يكون فيها كتير شغلات رح تعودكن عن عام 2013 يلي ما أنصفكن، إن كان على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد العائلي أو حتى على الصعيد الحياة العاطفية ما بينكن وبين الشريك. لكن فينا نقول قرارات كتير مهمة رح تكون انتظاركم بالنسبة لحسم الأمور المهنية، ولكن رح تصب بصالحكم. ولكن كمان مولود برج القوس ممكن تكون أنت شوي متزمر أو منك راضي عن تصرف أحد الزملاء بالعمل، ولكنك مضطر للتكيف أو القبول أو حتى أنك تتصالح أنت وياه. مواليد برج الجدي كمان بعدكم نفسيا منكم رايقين ولا مرتاحين، ولكن فيني طمنكم أنه بواب العاطفة رح تكون فيها إيجابيات ويكون فيها ارتياحات، ولكن كمان الأمور المهنية اللي بعدها ما زالت الضغط عليكم، ففينا نقلكم كمان طولوا بالكم شوي. مواليد برج الدلو كمان اللي بعدهم عم بيحضروا لأسفار وعم بيحضروا لاستقبال الزوار وعم بيحضروا لمناسبة داخل البيت، كمان فينا نقول ارتياحات عاطفية بانتظارهم. وآخر المواليد مولود برج الحوت اللي عنده الورق القانوني اللي فيه مصالحة، وخصوصا أنه ورقه قرب للنهاية والتسوية وقرب كمان أنه ياخد حقه، بالإضافة كمان لبعض القرارات العاطفية اللي بانتظاره ولقاء عائلي رح يجمعوا مع أشخاص كان شوي بعيد عنهم. أوكي، هيدا كان برج الحوت. خلينا نشوف، نروح عند سيدتي وروتانا خليجية ونشوف هدى. بس أول بدي أعرف هدى إيش برجة، أنا نسيت هدى إيش برجة. هدى يا هدى مساء الخير.
مساء الخير يا بلال، شخبارك؟ شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك. أنا ما عم بسمع طبعا الصوت هنا يا شباب، ما عم بسمع هدى. أنا مضايقة بلال، لأن صراحة أيوة ما لحقت على برج العذراء. برج العذراء، جو ما نجعتينا برج العذراء. برج العذراء ايه، يلا هلا بتعطيكي برج العذراء. يلا بعدنا كنا عم نقول عن مولود برج العذراء اللي عنده ارتياحات مهنية، تطورات إيجابية، وكمان الحظوظ العاطفية كتير فيها إيجابيات بهالفترة اللي جاي، وكمان بداية العام 2014 رائع رح يكون على مواليد برج العذراء. تفضلي، شو بدك أكتر من هيك؟ يلا 2014 هدى رح تكون شاينينج أول أوفر. خليني شوف شكلها لهدى. لا بتعطي برج العذراء، ما هي بنعرف يا رب ان شاء الله. ما هي ما شاء الله عليكي. يلا هدى خلينا نعرف ايش عندكم بسيدتي اليوم. بلال، اليوم عندنا الكثير في حلقتنا لليوم، عندنا مواضيع صحية، اجتماعية، ثقافية وجمالية تهم كل النساء في العالم العربي. بنتحدث اليوم عن جدة، عن فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، وعندنا بعد نجاح جديد المرأة السعودية بدخولها إلى السلك القضائي. في الرياض بنتكلم عن مؤتمر الشباب في مجلس التعاون، وفي فقرة أنت وزوجك بنتعلم طرق جذابة وعصرية للتزيين بالحجاب، بالإضافة إلى مواضيع الموضة والجمال. نتمنى يا بلال أن مشاهدي الـ LBC الفضائية اللبنانية ينضمون إلى شاشة روتانا خليجية بعد قليل، وبعد برنامج ببيروت، عشان يتابعون كل ما يخص المرأة العربية والخليجية. أكيد، بكل تأكيد راح يتابعوا. أنا حطيت لهم عقوبة، اللي ما بيقلب على خليجية لشوف سيدتي لازم يتعاقب. ميرسي هدى، تحياتنا ليك ولكل الشباب وزملائنا على خليجية. ميرسي لك. طيب، لكن هيدا الأسبوع في ups and downs، في أبراج. صح. بس هذا ما بيعني أنه ما بحضرن لهم شغلات حلوة كتير على رأس السنة. طبعا أيوة، في قراءات أيوة، مميزة كمان. كمان نعطي هيك بعض الشغلات اللي ممكن يستفيد منها يلي عم يقرأ برجه، أنه ممكن يكون ثلاثة برج العذراء، ولكن بينطبق على واحد والتاني ما بينطبق عليه. صح. فحنعلمهم بعض التبس اللي ممكن أن تساعدهم أنه هيدا السنة يكون يقروا غير برج. أوكي، هذه شغلة كتير مهمة، وخصوصا بلال عم حضر أنا لكتاب اسمه خبايا الأرقام. من خلال هيدا الكتاب بيقدروا يعرفوا السنة هو شو برجون، يعني مش حلو. أبراج صينية لا، ولكن بعلم الأرقام كيف ممكن يكون أنه تأثير الرقم على البرج وشو ممكن يعطي نتائج. حلو، أكيد. وكمان دايما بنرجع بنعتذر من المشاهدين اللي الكثير عم يتصل ويحاول يتواصل مع جمانة. طبعا ممكن بيتصلوا بينا على صفحاتنا وبنعطيهم الرقم الخاص لجمانة، أو في الأيام القليلة اللي جاية راح يكون عنا خط جديد تليفوني اللي ممكن أنه تتواصلوا وتتصلوا على جمانة على الهواء مباشرة. هيدا كل اللي عندنا اليوم. نعم. مرسي كتير لإلك. مرسي إلك بالبولي. Thank you جمانة، we'll see you next week إن شاء الله. شكرا لكل الذين كانوا معنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل ما قدمناه، وما تنسوش نتواصل مع بعض دايما من خلال البرنامج ووسائل التواصل الاجتماعي، تويتر and فيسبوك وحتى إنستغرام. أيضا في عنا أكاونت جديد لـ LBC TV Station، LBC TV Station، رح نحط لكم كل هذه المعلومات قريبا. غدا إن شاء الله موعد جديد الساعة 1:30 بتوقيت بيروت، 8:30 بتوقيت السعودية. كونوا في المواد وانتبهوا لي على حالكم، تبقوا على خير. تشاو تشاو.